مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من مساء الخير امريكا. قبل ما ابدا الحلقه احب اهنيكم بعيد الميلاد. احنا كان عندنا حلقه 4 ايام قبل عيد الميلاد, فالنهارده بقول كلكم انتم طيبين بعيد الميلاد, وبهنيكم طبعا بعيد الغطاس اللي جاي ان شاء الله يوم الاحد. اتمنى ان سنه 2014 تبقى سنه مباركه علينا, وربنا كده يجعلها سنه سعيده لنا كلنا. النهارده مخصصين حلقه تاني, او الحلقه اكشلي رابع لأوباما كير, ولكنها الحلقه التانيه اللي جايبين معانا تيم الخبراء اللي عندنا اللي بيشتغلوا معايا بقالهم دلوقتي تقريبا شهرين وشويه معايا انا, لكن هم في الفيلد ده بقالهم تقريبا 3 شهور ونص دلوقتي من اول اكتوبر, سيمبلي عشان يانسر كل الكويشنز اللي عندكم. في الحقيقه من خلال من اخر مره قدمنا اوباما كير وكان معانا طبعا فاكرين الاستاذ سامي والاخت ساوسن, انا في الحقيقه طلبتهم تاني اذا كانوا يقدروا يجي, والناس في الحقيقه بترحب اي وقت احنا بنتصل بيهم, اي اسئله ببعتها لهم في الحقيقه فيري جينيروس معانا في الموضوع ده. فتعالوا نرحب بضيوفنا الاستاذ let's start with the ladies first. الاخت ساوسن بشاي, اهلا بيكي. اهلا بيك استاذ نبيل, ازيك, عامله ايه؟ تمام وانا شاكر جدا ان انت يعني لبيتي الدعوه وحبيتي تيجي معانا النهارده برضو عشان تساعدي المشاهدين بتوعنا. بكل سرور, شكرا لحضرتك, وبنقول للمشاهدين كل سنه وانتم طيبين. ومعنا طبعا الاستاذ سامي بشاي. ازيك يا استاذ سامي؟ اهلا بيك, مبسوط جدا ان احنا نكون معاك مره تاني في البرنامج الناجح دوت, وبنهني كل اعزائنا المشاهدين بسنه جديده وعيد الميلاد وعيد الغطاس. واحب برضو اعرف المشاهدين ان اول لقاء ليا مع استاذ نبيل كان قال لي جمله مش قادر انساها, كان قال لي احنا لما جينا من 30 سنه ما كناش لاقيين حد يساعدنا, فهو فعلا بيبذل مجهود كبير جدا عشان يقدم لكم المعلومه ويعرفكم ايه اللي بيجرى حوالينا في امريكا هنا, خاصه الناس اللي مش بتتابع القنوات الامريكيه, فهو بينقل صوره من اللي بيحصل فيها لينا في البرنامج دوت, وكلنا طبعا من اشد المعجبين ليه دايما وبنقرا اورثوذكسي نيوز. انا بشكرك على انك يعني بتلبي برضو دعوتي وانك جيت, وبرغم مشغولياتك لكن انا شاكر جدا ان انتوا يعني وصلتوا معنا وبتواصلوا, وكمان رجعتوا تاني. يعني انا الحقيقه مبسوط ان انتوا رجعتوا تاني, لان في هنا بحس في كريديبيليتي يعني اللي قلناه قبل كده, دلوقتي انتوا برضو جايين تفسروه اكتر او تعرفوه اكتر. واي ثينك البيوتي في التيم اللي موجود معنا انهم كمان هيدونا فكره عن ايه اللي حصل في الثلاث شهور ونص اللي فاتوا دول, ايه المميزات, ايه الاخطاء, ايه الاكسبيرينس اللي هم شافوها من خلال المده ده. وانس هنخلص شويه الاخبار بتوعنا هنبدا ندخل في اوباما كير, وهيحط لكم النمره على الشاشه عشان تبقوا ريدي وانس بنخلص شويه الاخبار المهمه اللي حاصله. تعرفين احنا ما زلنا في مساء الخير امريكا بنحاول نقدم او نستعرض مع بعض اهم الاخبار اللي حصلت في امريكا, وبنتاتش في الوقت للتاني على اللي بيحصل في مصر على اساس ان احنا مصر جوانا ما نقدرش نشيلها يعني مننا. ف نبدا اخبارنا بالدستور. اعتقد ان كلنا شفنا الفرح او العرس السياسي اللي حصل في مصر, شفتوا الفرح, شفتوا الشعب ازاي participated, ازاي فودد, ازاي الناس كانت فرحانه ونازله في الشوارع بترقص. وبالمناسبه احنا شفنا المحجبات هم اللي بيرقصوا, يعني مش بس ناس عاديين, ستات كبار, ناس من كل الاعمار شاركت وبمنتهى الفرح في الدستور. فرق كبير جدا بين الشعب المصري وهو نازل يفوت او يصوت للدستور الجديد versus دستور الاخوان, اذا كنت لسه فاكرين دستور الاخوان في 2012. في الحقيقه فانا بهني الشعب المصري كله, بهني مصر كلها على الروح الجميله اللي هم ظهروا فيها. سيان الناس كانت بتؤيد او بترفض, مجرد البارتيسيبيشن اللي احنا شفناها, مجرد الفرح اللي احنا شفناه, مجرد ان في محافظات ومدن
قررت انها تنزل وتدي صوتها بنعم عشان تعكس الصوره اللي اتقالت عليه. يعني بلد اللي اتولد فيها مرسي اعتقد انهم وصلوا بنسبه عاليه جدا عشان بيحاولوا يشيلوا من 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 وصوتهم او مش من وشهم ان هم بلد مرسي، وكانوا من اكشلي من اعلى النسب اللي قالت يس في الدستور ده. دستور عطى شرعيه جديده، شرعيه جايه من الشعب مش شرعيه، والغت ما كان يسمى بشرعيه الاخوان المسلمين او شرعيه الصندوق. الصندوق هنا هو اللي اطفى شرعيه جديده والغى الشرعيه اللي كانت موجوده قبل كده. نجاح او مرور الدستور المصري اعلن عصر جديد، اعلن مستقبل، او كلنا بنتمنى يكون في مستقبل جميل، حط اسس وحط حاجات كتيره ما كانتش موجوده في اي دستور قبل كده. تحب الدستور او تكرهه، او توافق عليه او ما توافقوش، توافق على معظمه توافق على نصه، واضح ان الشعب المصري قال كلمته، ومن كل الانديكيشنز زي ما احنا شايفين تقريبا 90% or more، حاجة يعني بيوند ما كنا كلنا نتوقع يعني. ولكن بالنسبة كمان الدستور ده مهم جدا، لانه لغى الدستور 2012 او دستور الاخوان اللي جعل مش جعل اقباط مصر مواطنين من الدرجة التانية، لا بالعكس. انا بيتهيألي لما كنت بنقرا فيه وكنت بشوف بالذات المادة 219، هو اكشلي جعل من اقباط مصر عبيد، مش بس مواطنين من الدرجة التانية، فعلا عملهم عبيد. الدستور الجديد اعطانا معظم حقوقنا، مش قادر اقول انه كله بس معظمه، اعطانا اتعمل ريكوجنيشن للمسيحيين، وجود المسيحيين في تاريخ مصر، والمسيحيه في 600 سنه الاولانيين من اول دخول المسيحيه لمصر. اعترف بحاجات كثيره ما كناش حصلنا عليها قبل كده في اي من الدساتير. نجاح دستور 2014 بيؤكد برضو دور الاقباط في ثورات كلها، ثورات 25 يناير وفي ثورة جون 30 وفي كل الاكتيفيتيز اللي حصلت من اول ما بدأت ثورة 25 يناير لغاية دلوقتي. كل الناس او كل مصر اعترفت بقوة والفاليو بتاعت الاقباط واصواتهم في مصر. I hope ان يكون ده دايما هو الحالة الجاية اللي احنا فيها، ان احنا كأقباط في مصر دايما نتفاعل مع الاحداث ونبقى فاعل مؤثر في كل حاجة، وبالتالي يبقى لنا صوت عالي نقدر فيها نعيش حياة كريمة، نعيش ونصلي ونعمل كل الاكتيفيتيز بتاعتنا بدون اي هراسمنت، ونعيش ونحس ان احنا عايشين في بلدنا اللي احنا دايما عايشين فيها، واللي احنا دايما او اللي احنا كنا اصل السكان زي ما بيقولوا فيها. البلد بلدنا، وواضح جدا ان الاقباط لعبوا دور يشهد به في كل من كل الهيئات ومن كل الهيئات السياسيه في مصر. كمان الدستور اظهر قوه وعظمه المراه المصريه. احنا شفنا ازاي جموع المراه المصريه طلعت باعداد كبيرة جدا. دستور الإخوان عمل برضو المرأة عملها عبيدة أو عبدة برضو. ف 214 عمل مواد كتيرة خاصة بالمرأة، أعطاها حقها في حاجات كتيرة، أعطاها حقها في التمثيل النيابي وفي التمثيل الإداري وفي قصدي في المحليات اللي موجودة في الوظائف. أعتقد إنه دي حاجة جميلة كلنا إن إحنا نشوف ان مصر يعني finally recognize الدور بتاع المرأة في مصر، المرأة المصرية في مصر، وعطت لها حقها. شفنا المرأة المصرية بأعداد غفيرة جدا، يعني كل الوكالات العالمية لاحظت وكتبت عن منظر المرأة المصرية وهي طالعة بتصوت على الدستور، والفرحة اللي كانت موجودة نتيجة اشتراكهم فيها. اعتقد مرور
مرور الدستور 2014 أنهى ببساطة عصر الإخوان، وأنهى أنهاها بشرعيات الصندوق زي ما كانوا دايما بيكلمون على شرعيات الصندوق. شرعيات الصندوق هو نفس الصندوق اللي أنهى عهدهم وأنهى شرعياتهم، وبالطريقة دي نقدر بقى أو يبطلوا يكلموا عن الشرعية، لأنه اللي شافوه في 14 و15 يناير واضح جدا غضب أو فرحة الشعب 2014 بالدستور بتاع 2014 وغضبهم الشديد من 2012 ودستوره ومن الإخوان ومن مرسي ومن كل الجروب ده. هوفلي طبعا 2014 ودستور 2014 هو زي ما احنا عارفين هو بداية الطريق ل better future زي ما بنقول. بعد كده عندنا انتخابات الرئاسة والبرلمانية، ودي أول ستيب. أهمية أول الستيب اللي احنا عملناها دلوقتي إن العالم كله بدأ يريكوجنايز إن مصر ماشية في الطريق للديمقراطية، وبالتالي كل الكلام الفارغ اللي اتقال قبل كده على كو مش كو، انقلاب مش انقلاب، كل الكلام ده أصبح دلوقتي put aside. الناس دلوقتي هتشوف مصر هتعمل إيه بعد كده، وفي ردود أفعال positive جميلة جدا في أنحاء كتيرة من العالم على دستوره اللي حصل فيه، وأعتقد إن فيه هتبقى أو ردود فعل عالية جدا يوم الأحد لما يعلنوا النتيجة رسميا. مهم جدا إن احنا ناخد تأييد العالم، مهم جدا إن احنا نسبة العالم كله إن احنا بنبغي أو هدفنا من كل اللي عملناه إن احنا يبقى عندنا بلد فيها ديمقراطية، إن يبقى فيها تمثيل لكل الشعب، وهي دي الحقوق اللي العالم الحديث يعني تفاهم عليها أو اتفق عليها. مصر في الطريق لكده. هتبقى فيه صعوبات، هتبقى فيه طبعا مشاكل، لكن that's how nation built. يعني ده ان الشعوب بتبني نفسها بالطريقه دي، والشعوب بتقع يعني بتنزل في بتبقى عندها ups and downs، وعظمه الشعوب انها بتقدر انها تستعيد مكانتها تانية. انا متاكد ان مصر هتستعيد مكانتها تانية، انه هتبقى من اعظم البلاد ان شاء الله. مبروك على مصر ومبروك على المصريين. وكمان نسيت اقول ان طول كل المهاجرين الموجودين هنا، انا شفت مجموعه كبيره وانا كنت هناك بحاول ادي صوتي، مجموعات كبيره وصلت رغم ان العدد ما كانش اللي احنا عايزينه، لكن كان في صعوبات كثيره. ارجو ان في الفيوتشر يبداوا يعملوا شويه تسهيلات عن اللي احنا شفناه المره دي. كان صعب على ناس كثيره من ولايات تانية زي واشنطن او اورجن انها تيجي هنا في لوس انجلوس وتصوت او تحط صوتها. كان في كمان نيفادا واريزونا، تعرف كل دول الانصرية اللي هي اللي بتخدمهم، فكان صعب على الناس من دول انهم ييجوا هنا. حتى within كاليفورنيا، كاليفورنيا كبيرة جدا زي ما انتم عارفين، فكان صعب على الناس كتير انها تيجي. عموما ما زال الناس اللي طلعت او حضرت بنفسها في كل او خارج مصر كان اعدادهم اكبر بكثير من الناس اللي خرجت او حضرت بنفسها ايام 2012. اعتقد الرقم توصل ل 103,000، ده لكل الناس اللي موجوده بره مصر. وفي عهد او في 2012 اعتقد كان في 87,000 ناس وصلت او حضرت بنفسها. واضح برضو ان في عدد اكبر في الحضور ونسبة أعلى في الموافقة. أعتقد أنه البرسنتج بالنسبة للمهاجرين كلهم I think it runs about 96-97%. That's a huge percentage as you can see. أعتقد برضو من الحاجات اللي احنا شفناها من مرور الدستور أنه في هنا في درس لازم كلنا نتعلمه، أن الشعب قادر أو let me say ان كل رئيس جاي وكل حكومة جاية لازم تفتكر وتفكر وتشوف ايه اللي حصل اللي قبل كده، ان الشعب قدر في خلال 3 سنين او في سنتين يشيل رئيسين، يشيل حكومتين، يشيل
تو سيستم، يشيل نظامين بكل مساوئهم او مميزاتهم whatever، كان قادر ان هو يشيل ده. فاي هوب ان الرئيس اللي جاي والحكومه اللي جايه تعلم انهم يعملون من اجل الشعب. الشعب هو السيد وهو الرئيس وهم كلهم بيشتغلوا عنده. ده المسج. انا اعتقد انه اي رئيس جاي واي حكومه جايه لازم هتتعلم الحاجه دي، انه الشعب دلوقتي اصبح لا يسكت على الظلم، لا يسكت على قمع الحريات، لا يسكت على اي حاجه. كل ما يطلب الشعب لازم ان شاء الله هينفذوه. مبروك تاني لمصر ومبروك للمصريين، وننتظر يوم الاحد عشان نعرف النتيجه النهائيه الرسميه، وان شاء الله تكون هي بدايه او اول خطوه على الطريق الديمقراطيه بالنسبه لمصر والمصريين. Speaking of that too، يعني من الحاجات الكويسه اللي حصلت هنا في امريكا من couple of days ago، الكونجرس الامريكي وافق على اعاده المساعدات الماليه لمصر، ودي حاجه طبعا كويسه، لانه في الحقيقه رغم انه اوباما وحكومته ليهم مواقف مش هقدر اقول انها الا انها غبيه بالنسبه لمصر، لكني شايف ان الكونجرس واعضاء الكونجرس عندهم او عديد من اعضاء الكونجرس كان عندهم وجهات نظر مختلفه عن اللي بيعمل بيه اللي بيعمله اوباما واللي بتعمله حكومته. كان جميل جدا نشوف ان الكونجرس وافق على المساعدات والقانون عدى في الهاوس وفي السنت، ومنتظر امضاء الرئيس اي بليف يوم السبت الصبح او حاجه او اراوند ذات تايم هيمضيه ويصبح لا. وبكده تكون صفحه من صفحات اي هوب ان صفحه من صفحات سوء العلاقات بين امريكا وبين مصر تكون انتهى او في طريقها للانتهاء، ويكون هوفلي اوباما بدا يعرف انه فشل ذريع، او ان الشعب المصري احبط كل خططه بالنسبه لتفكيك مصر وتفكيك الجيش بتاعها. لا يعني كانت خطه محكمه وجميله، ولكن في الحقيقه الشعب المصري الحمد لله قدر ان هو يبوظ الخطه دي. فهوفلي ان الرئيس اوباما وحكومته يتعاملوا مع الموقف من جديد ويتعاملوا مع شعب يجب ان يكن ليه الاحترام، لانه شعب ليس بهين. يعني اجين شر رئيسين في سنتين، يعني دي حاجه، وحطهم في السجن الاثنين باي ذا واي، يعني عشان بس اللي مش فاكر يفتكر الموضوع ده. ف وبالمناسبة بس عشان أتعرف في الموضوع ده، حتى هذه اللحظة الحكومة الأمريكية رسميا لم تعلن إن اللي حصل في مصر كان انقلاب عسكري. دي يبين لكم أهمية مصر بالنسبة لأمريكا وبالنسبة للعالم، أنه لم يجرؤ رسميا لا وزارة الخارجية ولا البيت الأبيض أعلن أبدا من ساعة من جون 30 لغاية دلوقتي أو من جولاي 3 لغاية دلوقتي إنه ده انقلاب عسكري. كانوا دائما بيقولوا إنه تحرك عسكري بناء على رغبة الشعب. يعني أنا حضرت كتير أو I watched كتير من المؤتمرات الصحفية بتاعت وزارة الخارجية، وفي كل مرة كانوا حذرين جدا إنه ما يقولوش انقلاب عسكري. فدي برضو بتدينا بتبين لنا أهمية مصر بالنسبة لأمريكا. وأنا قبل كده عملت حلقة معاكم ووريتكم إن الأمريكان نفسهم أوضحوا بمنتهى الصراحة أهمية مصر لأمريكا، وأنه ليس من أو يعني is not beneficial بالنسبة لأمريكا إن هي تقطع علاقاتها بمصر. وشايفين ده برضو من خلال المكالمات المستمرة دايما من وزير الدفاع الأمريكي للوزير الدفاع المصري، واضح فيه جدا حرصهم على هذه العلاقات. اعتقد انه باعلان نتيجه الدستور ان شاء الله في الويكند اللي جاي ده هنشوف صفحه جديده من العلاقات، او ليمي سيد الشعب المصري ارغم الحكومه الامريكيه على انها تغير موقفها، وانها هتغير موقفها سونا اور ليتر يعني. بس ايه ويل
برضو مبروك لمصر انه اثبتت نفسها او ان الكونغرس كان متفاهم اكثر للعلاقات اللي موجوده بين مصر وامريكا وانه وافق على استرجاع المساعدات تاني او رجوع المساعدات التانيه لمصر. ثالث موضوع بعتصل معاه واتكلمكم النهارده عليه هو في الحقيقه كان عندي شانس النهارده الصبح اتفرج على موفي اسمه الميدان، موفي او فيلم تسجيلي عن ميدان التحرير. الموفي ده بالمناسبه مرشح انه ياخد اوسكار. يعني انا ريكومند ان كل واحد عنده شانس يتفرج يروح يتفرج على الموفي ده. هو عباره عن موفي دوكيومنتري بيتكلم عن كل الاحداث اللي حصلت من 25 يناير لغايه 2-3 مانث اجو. اتكلم على ثوره 25، بيوري لك احداث حقيقيه لمده ساعه و44 دقيقه. الفيلم بيتكلم عن الاحداث اللي بتحصل، ريال سينز اور سيناريز، يعني حاجه حقيقيه مش تمثيل ولا تمثيل، مجرد ثلاث شبان بيتكلموا على اللي حصل لهم في خلال المده دي. وانا عجبت بالموفي الحقيقه لانه واقعي جدا، بيدي لك الحقيقه اللي كانت موجوده على الارض. بيفكرك بالاحداث المفرحه والاحداث المحزنه يعني فتره. من خلال مشاهدتي للموفي او في خلال ان انا بتفرج على الفيلم، في الحقيقه اوقات كنت فرحان واوقات كنت فعلا بعيط. كان في موقف وحش قوي لمينا اللي اتقتل في مزبيرو، كان وحش. بس anyway فيلم حلو يشد، احنا المفروض نتفرج عليه، هنتبسط، هيورينا، هيفكرنا باللي حصل ايام الاخوان. وفي الحقيقه بيخلينا كمان نفرح ان احنا خلصنا من الاخوان. اتمنى ان تتفرجوا عليه، هيعجبكم. بصراحه فيلم مؤثر ساعات، لكن في الحقيقه انه هو برضو فيلم كويس. يعني خلانا نشكر ربنا على اللي احنا فيه حاليا، نشكر ربنا ان احنا قدرنا نخلص من الاخوان وقدرنا نخلص من النظام بتاعهم. اي هوب يكون عندكم وقت تفرجوا عليه، وان شاء الله كده دايما مصر تبقى بخير. ندخل على ايه عشان نشوف دلوقتي بقى؟ تعالوا نشوف ايه دي كل الاخبار اللي عندي النهارده. هنبدا نتكلم على اوباما كير. ليه بنتكلم على اوباما كير؟ في الحقيقه احنا بعد ما عملنا ثلاث حلقات ثلاث اسابيع متتاليه، من ساعه ما خلصنا الحلقه الثالثه لغايه تقريبا لاست ويك، بقابل ناس كتيره بتطلب انها تتكلم على اوباما كير، او عايزين عندهم لسه اسئله ثانيه. في ناس لسه بتسال يعني ايه اوباما كير، وزعلت قوي لما لقيت ناس لسه بتقول ايه هو اوباما كير بعد كل المجهود اللي حطيناه في ثلاث حلقات متكامله، يعني كانوا مخصصين لاوباما كير. وبيطلبوا كتير ان احنا نعمل كمان حلقه او حلقتين قبل نهايه المده. انتوا عارفين في نهايه مارس 31 او في مارس 31 ده اخر ميعاد ان احنا نقدم لاوباما كير. فبنحاول نعمل الحلقه دي، وهوفلي يمكن نعمل حلقه ثانيه ربنا يسهل ونشوف ايه اللي هنعمله. عموما فالنهارده طبعا جبت لكم زي ما قلت لكم، او اتصلت بالاخت سوسن الاخ سامي، والحقيقه كانوا فيري جينيروس ان هم يجوا وعايزين يقولوا لنا ايه اللي هم شافوه، ايه الاكسبيرينس اللي حصلت معهم. يعني هم من اول اكتوبر لغايه دلوقتي حوالي 3 شهور ونص شغالين في الموضوع ده، وشغالين في الابلكيشن، وشغالين مع الناس اللي بتقدم. فاكيد يهمنا جدا ان احنا نعرف ايه هي الملامح بتاعت الفتره الاولانيه دي، ايه هي الحاجات اللي ممكن نستفيد بيها، هي الحاجات اللي جدت علينا اللي ممكن دلوقتي ما كانتش مفهومه وما كانتش افيلبل من شهرين او ثلاثه، ايه اللي موجود دلوقتي. برضو هم موجودين عشان يردوا على كل اسئلتكم، وبالذات في كاليفورنيا.
بره كاليفورنيا هيبقى يمكن انا هبص لها من ناحيه القانون نفسه، لكن في كاليفورنيا هيقدروا يردوا علينا اكتر ايه اللي حصل هنا، حيث ان هم يعني شغالين هنا في كاليفورنيا فعندهم فكره اكتر واللايسنس بتاعتهم مخصصه لكاليفورنيا. عموما لو في برضو اسئله تانيه بره كاليفورنيا على اوباما كير ان جنرال برضو احب اسمعها وانا احاول ان انا ارد عليها. فتعالوا معايا نرحب بضيوفنا تاني. اخت ساوسن اهلا بيكي. والاخ سامي، ازيك يا سامي؟ قولوا لي بقى في الثلاث شهور ونص اللي فاتوا دول ايه الملامح او ايه اهم الحاجات اللي انتوا شفتوها من خلال الابليكيشنز، من خلال الناس، من خلال اسئله الناس، من خلال معرفتهم عدم معرفتهم بأوباما كير؟ فانا حاسب لكم الوقت تقولوا اللي انتوا عايزينه، اول ما جينا تليفونات باسئله هنتكلم عليها شويه. اتفضل. هو نبدأ، كان المفروض آخر معاد للانرولمنت 15 ديسمبر وبعد كده مدوه لغاية 23 ديسمبر. عايز أقول لك يوم 23 ديسمبر ده الويب سايت ما اشتغلش إطلاقا، يعني قعدنا طول اليوم نجرب لغاية ما شغلش إلا بعد 12 بالليل. كانوا عاطين معاد ده عشان الانشورنس كفرج يبدأ جانوري فيرست. جانوري فيرست ده مش معناها ان هو ده وقفنا على كده وخلاص. عشان لو انت عايز الانشورنس يبدأ جانوري فيرست كان المفروض تقدم قبل يوم 15، وبعدين لما لقوا البروبلمز اللي كانت موجوده they extended for another week بقى 23. طبعا I think اللي انت عايز تقول انه ما حدش يستنى لاخر يوم، انا ما تعرفش اللي بيحصل في اخر يوم، وده فعلا حصل. مظبوط. yes. وفي ناس طبعا جالها الكارت مثلا سواء ميديكال او هيلثي نت جالها مثلا 15 يوم، يعني لسه الاسبوع دوت في ناس كتيره جالها الميديكال كارد، بس الكفرج بيبتدي من اول يناير. من اول يناير. وعملوا اكستنشن كمان للبيمنت، كان الاول مفروض 6 يناير اخر ميعاد للبيمنت بالنسبه لكفرد كاليفورنيا، لكن مدوه لغايه 15 يناير بعد كده. جود 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 جود. فدي دي نقطه مهمه جدا. مفيش داعي نستنى لاخر يوم، مفيش داعي نستنى لاخر يوم، لانه كمان اصله اخر يوم سيبك حتى انه الويب سايت كراشت في ذا داي، النمبر اوف بيبل اللي هم دايما بيستنوا اخر يوم هما نفسهم ممكن برضو يسببوا قلق كتير للويب سايت يعني. وده تقريبا اللي حصل، انه العدد الضخم اللي حاول يكاتش اب مع اخر داي هو اللي عمل الكراش ده او البروبلمز دي. الناس دي بعد كده يبقى ما قدرتش تدخل يوم 23 ولا عملوا لهم حاجه ثانيه؟ ما هو اللي قدم بعد يوم 23 الكفرج بتاعه ابتدى فبراير 1 بعد اول فبراير 1 فخسر منصب حاله لو كان حتى بالذات يعني احنا حاليا اللي هيقدم من دلوقتي لغايه 15 فبراير الكفرج بتاعه هيبتدي اول مارس. وبرده سواء لو استنينا لغايه مارس 31 هتبدا لغايه اللي يقدم بقى من 16 فبراير لغايه 15 مارس الكفرج بتاعه يبتدي اول ابريل. ابريل لو استنيت بقى ال 31 من 16 مارس ل 31 مارس الكفرج هيكون اول مايو. واو. فلازم يكون على الاقل في 15 يوم او يبتدي الشهر اللي بعد اللي عشان يبدا اللي بعد التالي على طول. واو. فدي ده ليسن نمبر 1 احنا عايزين نستفيد منه، انه ادخل دلوقتي وخلص واعمل كل حاجه دلوقتي عشان ما تنسنيش في الاخر، وكمان عشان تستفيد بالكفرج ايرليير يعني. مظبوط. يقدر يعمل البيمنت، يسلم الكارت بتاعه، يبقى ما فيش اي توتر. بالظبط بالظبط. دي كانت اول ملاحظه انت شايفها which is good. اوكي. الملاحظه الثانيه كان في ناس اشتكوا انه ما عندهمش تاكسي كريدت، يعني لما هم عملوا الابلاي فالمفروض مثلا تكلفه الانشورنس $500 الـ 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 في بريميوم اسيستنس مثلا 400 فهو بيدفع ال 100 بس. بالزبط. في بعض الناس ما عندهمش بقى ال 400 اللي هو البريميوم اسيستنس فجت لهم على 500 فجت على 500 فدي. واو. بتكون نتيجه اخطاء وهو بيملى الابلكيشن في حاجة في التاكس، يعني مثلا زي ميريد فايل سيبريت ما ياخدش تاكسي كريدت. وفي بعض الأخطاء تاني مجرد ان احنا بنشوف الابليكيشن بنقدر نعرف الخطأ فين، مجرد ان نصلحه بيبتدي ياخد التاكسي كريدت على طول. يعني هي يعني هي غلطات ممكن تتصلح في التاكس بالذات، في التاكس في الصفحة بتاعت التاكس، واللي هي المهمة لانها هي اللي بتستابلش الانكم. مظبوط. واللي بيست عليها الاسيستنس بتيجي يعني ان هو كله فايل بريميوم اسيستنس بالظبط بيحصل كده. طيب ايه الادفايس اللي انت بتديله في الحته دي، انهم
هو في ناس يعني فهم خطأ انه انه لما بيجوا الاوفيس يعملوا اوباما كير او كفر دي كاليفورنيا ان في مصاريف واتعاب او فيز لكده. يعني احنا من خلال التجربه يمكن الغالبيه العظمى من الناس اللي جونا في المكتب بعد ما بنخلص الابلكيشن يقولوا طب الفيز قد ايه، الاتعاب قد ايه، فنقول لهم ده الليجل ممنوع قانونا ان ناخد اي اتعاب. فالناس لو حابه انه يتعاملوا مع ايجنت ممكن بيخشوا في لما بيعمل في الجزء اللي في الركن اليمين في لوج ان في فوقيها فايند هيلب نير يو، فلما بيعمل عليها كليك بيعمل له سيرش للايجنت سواء بالاسم او بالزيب كود، فيقدر يختار ايجنت لو عنده مشكله يقدر يتصل بيه ويحل له المشكله، لانه بيكون عملها مثلا عمل ابلكيشن مئات المرات او الوفات الامراض، فبيكون عنده خبره انه يعرف الخطا فين ويصلحه بسرعه. يعني مفيش اي مصاري كمان ان هم يحاولوا يستفيد بالهلب اللي موجوده. مظبوط. يعني او الايجنت او لان هي الحقيقه مش واضحه في الويب سايت انه فايند ايجنت، يعني هم لو كتبوا فايند ايجنت نير يو ممكن تكون اوضح، لكن هم كاتبين فايند هيلب نير يو، فممكن الناس ما بتاخدش بالها ان دي اللي بتخليه يختار الايجنت او يدور على حد سواء يعرفه شخصيا او بالزيب كود يعمل سيرش. واعتقد طبعا ان كل الناس اللي ليستد في المنطقه دي بتبقى هي سيرتيفايد او عندها السيرتيفيكيشن ان هم شغالين على الاوباما كير وانهم اليجيبل ان هم يخدموا في والنقطه دي برضو بتدي اطمئنان ان الشخص سيرتيفايد، لانه في بعض الناس بتشتغل تحت اسم حد تاني او لسه. ايه الفرق بين ان واحد سيرتيفايد وان واحد مش سيرتيفايد؟ ما هو سيرتيفايد انه لازم هو يعني هو ان جنرال هو برضه سيرتيفايد از ان ايجنت بالنسبه للانشورنس، هو لازم ما يقدرش يعمل بيزنس في كاليفورنيا. هو طبعا بس ايه الفرق انه يبقى اوباما سيرتيفايد فيرسز نوت اوباما سيرتيفايد؟ ايزن ات كلها زي بعضيها مثلا؟ لا، هو لازم يكون اولا معاه هيلث ولايف لايسنس، وبعد كده بياخد كلاس 8 ساعات بيعمل ريجستر اونلاين من خلال كفر دي كاليفورنيا وبياخد كلاس 8 ساعات، وبعد كده بيكون في اونلاين تريننج 4 ساعات، بس ده لغول للناس اللي خدت السيرتيفيكت مؤخرا. وبعد كده في اكزام لازم يعدي 80% من الاكزام، ودي بتدي للسيرتيفايد ايجنت بالنسبه لاوباما كير النيدد انفورميشن ان هو يبروسس الابلكيشنز وانه يساعد وانه يدي الادفايسز وكل ده. بعد كده بقى بيكمل الاجراءات اللي هو يمضي الاجريمنت ويعمل ايرور اند اوميشن ابلكيشن. وطبعا في ناس بتستعجل قبل ما الاجراءات دي تخلص بتظهر وتتكلم وده الليجل وممكن معرض نفسه البيلنتي $25,000. اي واحد بالسيرتيفايد بالنسبه لكفر دي كاليفورنيا يتكلم عن كفر دي كاليفورنيا او يبيع كفر دي كاليفورنيا معرض للبيلنتي دي. اوكي، ده جزء كويس ان احنا عرفنا. شو انت هتدفع ال 25,000 لو ريدي انت سيرتيفايد؟ لا انا سيرتيفايد انت سيرتيفايد. طب كويس، يبقى احنا مش هندفع هنا ولا 25 ولا 50,000 هنا، صح؟ اوكي. وفي كمان حاجه تاني اسمها كونسلر. الكونسلر ما بيكونش معاه هيلث لايسنس من ديبارتمنت اوف انشورنس، لكن يقدر يساعد الناس ويقدر يعمل ريفيرر للايجنت، لكن ممنوع منعا باتا ان ياخد اي ريفيرر او جيفت كارد، لانه يعني القانون فيري ستريك ممنوع ناخد هدايا من الكونسلر معينين من اوباما كير. لا، ممكن اي حد اي حد ياخد الكلاس وياخد الاكزام، حتى الاكزام مختلف بيكون 50 سؤال بس. ففي اكزام تاني للكونسلر بس ملوش الحق انه بس يبيع. هو بعتقد لانه مش سيرتيفايد ايجنت او حاجه. مش كده؟ فممكن يبقى في ناس عاديين. اي ثينك ان في كوميونيتيز وفي اورجانيزيشنز نمبر اوف اورجانيزيشن، يعني انا ممكن زي ما يكون عندنا حد من الكنيسه يبقى كونسلر يروح ياخد الكلاس، وبالتالي بس لمجرد ان هو يهلب الناس وبعدين يريفير ذم للسيرتيفايد ايجنتس عشان يعملوا كده. معايا بنت الرب، مساء الخير. مساء النور يا استاذ نبيل. الحقيقه انا اول مره اتفرج على البرنامج فاشكرك جدا واشكر ضيوفك. انا بتكلم من نيفادا ستيت. اوكي، عندي جنرال كويشنز بالنسبه للاوباما كير. اتفضلي. دلوقتي انا زوجي بياخد معاش. اوكي جود. وهو ماشي من ميديكير. اوكي، عشان هو ثاني معاش. اوكي. عندي ابن تحت 16 سنه ملهوش انشورنس، ولا انا ليا انشورنس. انا في 50 سنة، بس أنا وابني لنا دخل من السوشيال انشورنس، عشان ليا ابن تحت 18 وجوزي بياخد معاش، فأنا بيطلع لي مبلغ برضو من المعاش والابن مبلغ من المعاش.
Good. Social insurance. Okay. Okay. فأنا أنا وابني ما لناش ميديكال كير خالص ولا أي إنشورنس طبي خالص عمرنا. Okay. فأنا دلوقتي لو أنا يفضل أنا أقدم في أوباما كير، بس أنا لو قدمت في أوباما كير أنا وابني هيبقى أنا وهو مستحقين، لأن هنبقى تحت مستوى الدخل تقريبا يعني. لكن أنا لو حطيت اسم جوزي هنبقى دخلنا السنوي حوالي 46,800. فاعمل ايه؟ اوكي. انا طبعا عشان ما عندناش سبيسيفيكس لنيفادا، بس انا هقول لك على حاجه. يعني انا بيست عن الجدول اللي عندنا، يعني لو انت ممكن تقدم على انك اتنين، او ممكن تقدم على انكوا ثلاثه. اقدم ثلاثه ليه؟ ما انا دلوقتي جوزي ليه ميدي كير وملهوش دعوه، الهاوس خالص. طب استنيني، انا وابني يعني بس الملناش. الهاوس هولد بتاعك كام؟ اتنين ولا ثلاثه بس يا جنافة؟ انا وجوزي وابني احنا ثلاثه. اوكي. سو وطبعا انت بالنسبه لجوزك عشان عنده ميديكير فمش عايزين ندخله في الموضوع ده. مش عايزين ندخله. صح. بس هو بياخد اوفر 2000 معاش. فلو دخل معاشه معانا هنبقى اوفر، هنوصل ل 46,800. اوكي. All righty. Let me see. انه ميديكال اقدم فيه افضل لي يعني اعمل ايه؟ لا اولا هل لو قدمت على اوباما كير ممكن لو احنا كلنا كهاوس هولد كده هياخدوا بالمجموع بالثلاثه ممكن اسرع كام كل شهر رفلي يعني؟ انا هقول لك اللي عندنا ايه. احفظي النمرتين او الرقمين اللي هقولهم لك دلوقتي. اوكي بكتب 26,951. بس حطي 26,951. Yeah. ايوه. لو انتوا الدخل بتاعكوا انتوا الثلاثه اقل من كده هتاخدي فري ميديكال او ميديكيد بمعنى صح، عشان انت في نيفادا انا مش عارف الميديكيد بالظبط اسمه هناك، بس يعني الرقم ده ثابت لكل امريكا. فلو بتاخدي يعني رفلي لو انت اقل من 27,000 هتبقي اليجيبل ان تاخدي فري ميديكال. اسمعيني. الرقم الثاني 78,120 اوكي. 78,120. اوكي. 78,120. اوكي. لو انت اقل من كده تاخدي ما تاخديش بقى الفري، بس تاخدي الحكومه تساعدك في البريميوم بتاع الانشورنس بتاعك. فاهماني؟ يعني رفلي كل مانث ياخدوا مني قد ايه انا وابني؟ لا ما هو بصي مش هنقدر نعرف، لانه لازم يكون عندي سبيسيفيك نمبر. لما بتحطي الابلكيشن بتاعك بيبقى عندك سبيسيفيك نمبر، وبيست عن النمبرز دي بيبدا يوري لك انت هتاخدي مساعده قد ايه. يعني ممكن تلاقي نفسك مثلا بتاخدي لك $100 كل شهر مساعده، وممكن تلاقي $400، وممكن تلاقي 200، وممكن فهي ال المهم انك تعملي. انا اقول لك يعني ذا بيست ادفايس تعملي ايه؟ قدمي على اوباما كير، يعني اتصلي زي ما الاستاذ سامي كان بيقول بايجن موجود وقولي له انا عندي كذا 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 وشوف يقول لك ايه. ما انت مش مجبره انك تقبلي اي حاجه، بس انا زي ما قلت لكم قبل كده حاولوا ان انتوا تقدموا وتشوفوا هل هتستفيدوا ولا لا، هاو ماتش هندفع او مش ولا. يا استاذ سامي يعني انا ان جنرال لازم، انا عارف ان انتوا مش متخصصين في نيفادا، بس انا بتكلم بصفه عامه. حتى لو كانت بنت الرب موجوده هنا في كاليفورنيا، انا لازم اقول لها لازم تقدم ولازم تشوف، وبيست على الارقام اللي عندها. يعني ما حدش مجرد دلوقتي يقدر يقول لك تدفعي كام ما تدفعيش كام، لازم تجو ثرو الابلكيشن بروسس عشان في الاخر هو بيعرفك هتدفعي كام او هتاخدي فري او لا. طيب يبقى انا كده هل الرول لازم احط هنا احنا الثلاثه داخلين كام، حتى لو اتنين بس عايزين هم اللي يقدموا؟ مظبوط. استاذ سامي حيز هو بص عشان احنا طبعا سيرتيفايد لكاليفورنيا فقط، بس ممكن نفس الرولز ابلاي يعني في الموضوع ده. تخيل لو احنا الحاله دي عندنا في كاليفورنيا. برافو عليك. بتقدموا انتوا الثلاثه بيست على الانكم تاكس، حسب التاكس. طب اقول لك حاجه، انت بتقدموا الانكم تاكس ازاي؟ انتوا الثلاثه مع بعض؟ يبقى لازم. اوكي. يبقى لازم هتقدموا نفس الانكم دلوقتي عشان مقدمين في 2014، نستخدم 2013 ولا ستيل 2012؟ لو ما عملوش فايل ل 2013 ممكن يستخدموا 2012. يعني دلوقتي عندنا الاوبشنز نستخدم 2013
أو 2012 حسب لاست يير يعني آخر سنة عملوا فيها الفايل التالي. لا ما أنت عشان كمان أصله ما تنساش إنه الفايلنج بيستمر لغاية إبريل 15 فأي حاجة قبل كده ممكن يكون لسه شغال على 2012. أنا أبص لك على حاجة، أنت ممكن تبصي على الاثنين إنكم تاكس وتشوفي أنه منهم اللي أقل واستخدميه. Does that make sense؟ Makes sense. وبعدين النقطة الثانية معلش سوري اتفضل can you repeat it again؟ بصي على ايه؟ انت عندك الانكم تاكس بتاع 2012 ايوه ده المفروض يكون معاك هو يعني هما ده اللي بيستخدموه اساسا للانكم اللي عندك وبيست او بناء عليه بيبداوا يشوفوا هل انت eligible للفري ميديكال او هيدولك مساعده والمساعده دي ما حدش يقدر يقول لك دلوقتي من غير ما تدخلي في من غير ما تبداي تتملي البروسيس ده ويفضل يعني دلوقتي عشان كده كنت بسال الاستاذ سامي لو الحاله دي موجوده في كاليفورنيا اتفضل بقى قول لنا هتعمل ايه بالظبط لو الحاله دي في كاليفورنيا وبيعملوا فايل للتاكس الثلاثه مع بعض بنضيف الثلاثه في الابلكيشنز وبنيجي عند الزوج بما انه عنده انشورنس بره ايوه في سؤال بيقول does this person need health insurance فهتقول واحد منهم لا نقول انه والانكم بتاع الهاوس هولد كله يتقسم على عدد الافراد اللي هو ثلاثة طب لا انا عايز اقول لحضرتك ده يعني ده حلو جدا لان انا لسه بس واخده مساعده انا وابني لسه من مجرد بس كام ست شهور من سبوشال انشورنس يعني اكيد مش كانتش موجوده في التاكس بتاعت 2012 عشان كده ممكن بالنسبه لها تستخدم 2012 ما انت بصي على الرقمين وشوفي الاقل وعلى فكره استخدم. احنا الرقم اللي هنستخدمه بتاع 2014 لا يعني هو بنحط الانكم الحالي الجاري اللي كل شهر بتعمله وبعد كده ما تيجي تعمل الفايل للتاكسي بتاع 2014 هيشوفوا بيعملوا ادجاست شوفوا دفعت اكتر ولا لا هيبقى ده بعدين يعني بس انا في الوقت اللي انا فيه دلوقتي اي ثينك ان من مصلحتها 2012. انها تاخد 2012 لان يبدو ان 2012 هيبقى اقل من 2013 مش كده انا فاهمك صح ايوه فعلا احنا لسه مقدمين من قريب بالنسبه لطلب المساعده فادوني حوالي 800 وشويه لابني و800 وشويه ليا كل شهر يبقى اي ثينك بالنسبه لك هيبقى 2012 احسن مش كده بس برضو عندنا في كاليفورنيا لازم الزوجين فايل تاكس جوينتلي على ما هي واتيفر ان هم فايل في 2012 هيبقى مستمر معاه لان لو فايل سيبريت يبقى هيلوز التاكس كريديت حتى لو عندهم واحد اوريدي وعنده الانشورنس مش كده مظبوط طب حضرتك انا يعني الفايل بتاع التاكسي ده هل ده انا بقدمه في المكتب بتاع الايجنت ولا على الكمبيوتر لما بحط الابلكيشن ولا ايه ولو سالوني حاليا انا باخد كام طب ما حاليا مش هيبقى مختلف عن التاكسي بتاع 2014 مش هيسالك لا افهميني انكم هو مش هيسالك دلوقتي بتعملي كام هو بياخد كل الانفورميشن بتاعته من 2012 انكم تاكس مش كده يا استاذ سامي ولا بيسالك دلوقتي بيعمل كام انكم الحير يعني طب يبقى ايه لازمتها 2012 لكن 2012 او 2013 لما بنيجي نخلص الابلكيشن فبيسال كوبي من ديوكمنت زي مثلا تشيك ستوب او تاكسي ريتيل فدي بنعمل سكان ليها وبنعملها ابلود في الابلكيشن بحيث يبقى دي قدمنا المسندات لا بس انا دلوقتي اتلخبطت في حاجه اوكي لما هو بيسالك دلوقتي انت بتعمل كام يبقى ايه لازمتها 2012 و13 في الابلكيشن بيقول لك المانث الانكم قد ايه فبنحط الانكم الحالي فهو عنده انكم حالي وبعدين طب ايه الفاليو اللي خدها من 2012 المبلغ اللي هنحط الدوكيومنت بتاعه فانا هحط المبلغ بتاع 2012 اروح عامله سبميت الدوكيومنت بتاعه كويس انا 2012 عملت 50000 خلاص هكتب ان انا مش هكتب بالسنه هكتب بالمنثلي وات ايفر انا عملت كام في ال 50000 هنقسمهم على 12 ومنهم تطلع المنثلي اوكي اروح حاطه المبلغ ده هكتبه بالارقام مانثلي بعد كده بيجي بعد ما بخلص الابلكيشن قبل ما يقول لي تشوز هيلث بلان في حاجه اسمها ابلود الدوكيومنت فمن ضمن الابلود الدوكيومنت دي في منها اللي هي بروف اوف انكم هعمل سبميت الدوكيومنت اللي بتماتش مع المبلغ اللي انا حطيته يبقى هحط ال 2012 انكم تاكس ريتيرن بالظبط كده اوكي هحط المبلغ بعد ما بكتبه باجي عند الابلود الدوكيومنت بروح حاطه سبميت ال W2 او وات ايفر 1040 اي حاجه بتثبت بحيث ان ده يبقى ماتش مع ده بس
يا جماعه دلوقتي يعني بالسوشيال، طبعا هيطلبوا السوشيال نمبر، بالسوشيال نمبر بيبان بيطلع لابني ايه وليا ايه ولجوزي ايه. بس ما انا بقول عليه تاني، I think and I get confused a little bit. الانفورميشن بتبقى based on 2012 مش based on انا بعمله دلوقتي. لا الانفورميشن based على الرقم اللي انا بحطه، اللي انا موجود في 2000 وات ايفر بقى الير ايه، انا ماليش دعوه بالير، انا بحط كام الرقم. يعني انا بعمل، انا عايز احط 2012 هحط الدوكيمنت بتاعت 2012، يبقى الرقم اللي هحطه في الانكم بتاعي بتاع 2012 جود. هما بيماتشوا الدوكيومنت بالمكتوب، ما لهمش دعوه بقى زي ما دلوقتي المدام بتقول ان انا هيبصوا على السوشيال ميديا دخلوا كام. هم مش هيبصوا عليكي دلوقتي مش كده، ولو بصوا هيلاقوا ان اللي مكتوب ماتش مع الدوكيومنت اللي انا قدمتها فخلاص. يس يس اي ثينك، عشان انا برضو يعني اللي انا فهمته دلوقتي ان انت هتقدمي 2012 وبيست يعني انا ما اجيبش سيره. لا ما تجيبيش سيره انا باخدها. لا هو مش طالب منك انت الموضوع ده هيظهر السنه الجايه لما تيجي تعملي رينيوال رايت. فهنضطر نرجع تاني على 2013 وساعتها هيتعمل ادجستمنت بيست عن التشينج اللي حصل في الانكم، واخد بالك ازاي؟ لكن از اوف توداي يبقى انت استخدمي 2012 وجو فور ات، ودوري على ايجنت يكون سيرتيفايد بالنسبه لنيفادا وتدخلي معاه وتساليه الاسئله دي كلها كمان. معقول؟ حضرتك اخر سؤال اتفضلي. I'm so really grateful about your patience. حضرتك بتقول الرقمين 26951 ده الاولاني ده 300%، الرقم اللي بعديه على طول 78، ما فيش رقم ان بتوين؟ لغايه ده الماكسيمم. لا بصي ال 27951 26951 ده عشان تاخدي، لو انت اقل من كده تاخدي فري ميديكال. اوكي اوكي، ما فيش رقم بعديه مثلا؟ لا يعني 40 وحاجه ممكن يخش فيه ده؟ لا لو انت بتعملي اقل من 78120 حسب بعدك عن النمبر ده، يعني مثلا مثلا اوكي لو انا بعمل 50000 فهيبقى ما فيش شك ان المساعده اللي هتاخديها اكتر من انك لو بتعملي 60000، اكتر من انك بتعملي 70000. اوكي يعني هو بيبقى خدها منهم بيسموها بروبورشنال لقد ايه بتبقى او اقل من الـ من الـ من الليميت اللي هم حاطينه، فاهماني ازاي؟ اوكي، هل هيقولوا لي المساعده اخدها كام شهريا؟ طبعا ولا هيقولوا لي انا هدفع كام شهريا؟ بالظبط بيقولوا ثلاثه، وهيقول لك كمان الاسيستنت اللي واخدها من الجفرمنت قد ايه كل شهر، فهماني؟ اه اوكي. طب ما ده يا فندم انا لو عملنا سيرجري ولا اي حاجه هيبقى برضو مبالغ عاليه. لا ما انت بعد كده حسب بقى البلان اللي انت بتختاريه انت. بس انا اقول لك قدمي وشوفي هيقولوا لك ايه، بس لازم تقدمي دلوقتي، مش عايزك تستني لغايه اخر المده وبعد كده نحتاس في الويب سايت والحاجات دي. يعني انا اعطيتك فكره، انت بس ابداي وقدمي واستخدمي ايه الدوكيومنتس بتاعتك وشوفي هيحصل ايه، وان شاء الله هيكون كويس بالنسبه لك. اوكي، يعني هم دلوقتي بالماتش بالدوك ماتشنج الدوكيومنتس اللي انا كاتباه، الدوكيومنتس اللي بياخدوا بيها التاكس بس فايل صح؟ 2012 الانكم تاكس ريتيرن بتاعك. يس الانكم تاكس. كتر الف خيركم يا جماعه. اتفضلي. ثانك يو. ثانك يو. معايا الاخت نجوى، مساء الخير. الو اخت نجوى، اهلا. ايوه انا اللي على الهوا. اهلا، انت على الهوا وانا مش سامعك كويس، فعلي صوتك. طيب انا من ولايه تينيسي. تينيسي اوكي. احنا عيله مكونه من اربعه، انا وجوزي وولد وبنت، الولد والبنت اكثر من 18 سنه، فهل دول يعتبروا من ضمن الاوباما كير ولا هم يقدموا وحدهم؟ الولد والبنت عمرهم كام؟ اكثر من 18 سنه. كام يعني؟ 19 الولد 19 والبنت 24. 26. الولد 21 سوري والبنت 24. متاكده؟ طب غيري النمبر ثاني. طيب 21 24 عموما هم الاثنين كفر تحت لغايه ما يبقوا 26 مع البوليسي اللي انت موجوده فيها، فاهماني ازاي؟ احنا كده لغايه يعني كده نقدم بيفضلوا معاك لغايه 26 سنه. هم هيفضلوا معاكي لغايه 26 سنه، يخلوهم على التاكس بتاعهم لغايه 26، وهم طبعا موجودين على التاكس بتاعكم رايت. اه طيب يبقى انت تاني، انتوا اربع انفار
لو بتعملي اقل من 32,499 هتاخدي هتاخدي البوليسي فري. 32,500 تقريبا. لو انتوا الاربعه الانكم بتاعكم لو انتوا اربع تنفار بتعملي اقل من كده هتاخدي فري ميديكال. لو هتعملي اكتر من كده واقل من 94,200 هتاخدي اسيستنت من الحكومه. طيب كنت عايزه برضه حضرتك تشرح عن ال كنت قلت لحضرتك 15 بلان، عايزه اعرف ايه الفرق بين كل بلان والتاني، يعني ايه انواع ال 15؟ يعني مثلا واحد انكلود سيرجري، واحد. طب اقول لك على حاجه، انا اخلي الاستاذ سامي يحكي لنا الفرق بين البلانز كلها. يبدو ان انت ما حضرتيش الثلاث حلقات بتوعي. طب اسمعينا والاستاذ سامي هيقول لنا الاربع بلانز بتوعنا ايه. شكرا. العفو. هو فكره كفرد كاليفورنيا انه زي ما قلنا ماركت بليس، سوق متجمعه فيه شركات الهيلث انشورنس والحكومه او مشروع اوباما كير او كفرد كاليفورنيا، موحد البلان بين كل الشركات. ودي موجوده في كل ولايه برضه نفس النظام. انا بصراحه اعرف كاليفورنيا فقط. انا اي نو يعني انا من رايه القانون نفس السيستم اللي موجود في كاليفورنيا وموجود في اي ستيت ثانيه. انا معاك في دي. اوكي. كيب جوينج. فمثلا في كاليفورنيا في ست شركات هيلث انشورنس، دايما لما بنعمل الكود بيدينا الست شركات بترتيب الاسعار. زي مثلا هيلث نت، بلو كروس، بلو شيلد، كايزر، ال اي كير، اند مولينا. في اي ستيت تاني بيبقى فيه whatever number of other شركات. يعني انا مش انا عشان بس افهم الناس اللي مش موجوده في كاليفورنيا ان هو السيستم واحد، هي البلايرز المختلفه. يعني فهمني ازاي؟ ممكن في شركات ما بتعملش بيزنس في ولايه يعني ممكن في تنسي تنسي هيلث انشورنس كومباني مثلا، يعني وات ايفر الكومبانيز اللي عندهم هي اللي هتبقى موجوده هناك. فاحنا في الحاله دي ما زلنا متساويين. اوكي. فمثلا يقول لي اتش ام او مع هيلث نت مثلا ب $100، اتش ام او برضو مع بلو كروس ب 120، يعني بيقارن الاسعار لكن تفاصيل كل بلان هي ما فيهاش اي اختلاف. طيب لكن في اربع بلانس اللي احنا عارفينهم من البرونزيه والفضيه والذهبيه والماسيه. اربع. طيب ايه الفرق بين الاربع؟ الفرق ان البرونز الانشورد بيدفع 40% وشركه الهيلث انشورنس بتدفع 60%. استناني هنا، 40% من ايه؟ من تكلفه الحاجه. كل حاجه بعملها يعني زياره الدكتور مثلا، يعني لو اروح لزياره الدكتور، زياره الدكتور بتكلف $100 فانا ادفع 40 والشركه الانشورنس هتدفع 60. مظبوط. وده بنسميه ايه؟ الكو بايمنت. ده بنسميه كو بايمنت اللي هو الجزء اللي الانشورد بيدفعه نظير انه ينال خدمه سواء اكس راي، تحاليل، هوسبيتال، سيرجري، وات ايفر، كير، ايمرجنسي روم، كل الخدمات دي. التكلفه بتاعه الخدمه اللي انت بتاخدها بتدفع منها 40% والانشورنس تدفع 60% اندر ذا برونز. البرونز. كويس. بالنسبه ندخل على السيلفر. السيلفر الانشورد بيدفع 30% من التكلفه الخدمه اللي بينالها وشركه الهيلث انشورنس بتدفع 70%. جود. ولو دخلنا على الذهبيه هتبقى 20 للمشترك و80 للانشورنس يدفع. مظبوط. والبلاتينيوم والماسيه هتبقى والبلاتينيوم هتبقى 10% و90%. بس في المقابل طبعا المبلغ الشهري اللي انت بتدفعه هيتزايد مع تزايد، لان النسبه لما تستخدم التامين هتكون اقل. وبالنسبه للسيلفر بتتقسم لاربعه بلان، يعني زي معدله او مدعمه اكتر عشان الناس اللي يدوبك خرجت من الميديكال تقدر تستفيد بالبلان. يعني دي يعني كمان في السيلفر بس لوحديها. السيلفر في سيلفر 70 اللي هو الهيلث انشورنس يدفع 70% والانشورد يدفع 30%، وفي سيلفر 73 وفي سيلفر 87 وفي سيلفر 94 دي احسنهم. بس برضه هتبقى اغلاهم. لا ارخصهم. ارخص يعني في التكلفه. يعني طب استناني، يعني في 90 في السيلفر 94 الانشورنس هيدفع 94% تقريبا، لان هي بتتحسب نسبه حسب خط الفقر. لو هو يعني مثلا لو شخص انديفيدوال بيعمل 15,856 لغايه 17,235 هيكون كولوفاي للسيلفر 94،
ممكن بقى اقول لك الكوبايمنت قد ايه؟ يعني تاني هنرجع برضو الموضوع الانكم في نفس جوه السيلفر نفسه. جوه السيلفر نفسه يعني مثلا كوبايمنت لما يزور الدكتور يدفع $3، لما يروح لدكتور متخصص يدفع $5. بده عشان عنده انكم فيري لو يعني يدوبك ما عملش الميديكال يعني كان اكتر شويه من الميديكال. مثلا الارجنت كير يدفع $6، اللاب تيستينج ما عمل التحاليل $3. ده بالنسبه لو كان واحد اللي هو 94 بس الواحد بس. ده كوبايمنت لاي حد يعني لو عيله اربعه لو خمسه أربعة كل فايل سيلفر 94 دي البيمنت اللي هيدفعوها. مثلا الاكس راي يدفع $5، الجينيريك ميديكيشن يدفع $3، الايمرجنسي روم $25، الهوسبيتال يدفع 10%، البراند ميديكيشن اللي هي الحاجات اللي بتكون بالجينيريك اللي هي جينيريك اللي هي بتبقى $5. الماكسيم الجينيريك $5. اوكي الماكسيمم اوت اوف بوكيت للفرد 2250. يعني ايه اوت اوف بوكيت دي للفرد؟ انا عايز افهمها. يعني الحد الاقصى في السنه كلها في خلال 12 شهر من يوم ما ابتدى الحد الاقصى اللي يدفعه حتى لو الانشورنس صرف عليه عشرات الالوف مئات الالوف ملايين، ده الحد الاقصى اللي الانشور ده يدفعه 2250 في السنه. يبقى احنا دخلنا كده في ثلاث تعريفات، تعال نعرفهم بقى تاني عشان ايه لما الناس تقرا تبقى فاهمه بتقول ايه. ديدكتبل، الديدكتبل البلان دي ما فيهاش ديدكتبل، لكن في بلانز ثانيه نفهم ديدكتبل لان بيقروها كتير وبتلخبط الدنيا. كلمه ديدكتبل دي معناها الجزء اللي الانشور دي بيدفعه او يساهم بيه لما بيجي يستخدم اي خدمه من خدمات اللي موجوده في وثيقه التامين الصحي. يعني لو ما استخدمش التامين مش هيدفع ديدكتبل. طب ايه بقى الكو بايمنت؟ الكو بايمنت الجزء اللي هو بيدفعه نظير انه ينال الخدمه، يعني زي ما يروح مثلا يزور دكتور. يبقى اتلخبط دلوقتي. الديدكتبل هو اللي انت بتدفعه. يعني مثلا اقول لك على حاجه، انا معايا بلان وبدفع في الشهر $150 مثلا، ده اسمه ايه؟ ده اسمه المنصلي. المنصلي يبقى ده الاستشاري اللي انا بدفعه، منصلي بريميوم استشاري. اوكي الكوباي، الكوباي من ده الجزء اللي هو الجزء انا بدفعه لما باخد السيرفيس نفسها كل مره. ماشي. يعني لما بروح للدكتور، الدكتور ب 100 ادفع انا مثلا 30 والانشورنس بيدفع 70. ماشي. يبقى ال $30 انا بدفعها دي اسمها كوباي. كوباي الديدكتبل لو البلان فيها ديدكتبل. في بعض البلانز زي الجولد والبلاتينيوم ما فيهاش ديدكتبل، بس خلينا في الديدكتبل. الديدكتبل بتاعها زيرو. الديدكتبل هنا بقى ايه؟ الديدكتبل ده الجزء بقى بيضاف مع الكو بايمنت، كل ما يستخدم التامين ياخده جزء معين يدفعه مع الديدكتبل، لغايه مثلا لو الديدكتبل $500 في السنه، اول ما خلص الديدكتبل خلال السنه ما يدفعش تاني. يبقى انا في اللي انا بدفعه 30 ده، اذا انا مثلا استخدمته في خلال اول 6 شهور وصلت $600، وانا كان الديدكتبل بتاعي 500. لا مش هتدفع 600، هتدفع 500. هدفع 500 بالظبط، برافو عليك. ما تعديش. يبقى انا هقعد ال 30 ده اكيميليت في 6 شهور لغايه ما اوصله 500، بعد كده ال 6 شهور التانيين كل ما بروح ما ادفعش حاجه يعني. ولما تبتدي سنه جديده بقى بتبتدي لسه هدفع. كوبي على طول لغايه ما نوصل للماكسيمم اوت اوف بوكيت اللي هو مثلا في الحاله في البلان دي 2250. لو وصلت 2250 خلال السنه، يعني خلال السنه بستخدم التامين ما ادفعش حاجه تاني خلاص. طيب يبقى برضه لو انا في الست شهور وصلت للماكسيمم اوت اوف باكيت، يبقى الست شهور التانيين مش بدفع حاجه خالص. كله فري. اي سي. اي هوب نكون فهمناهم، هي لسه شويه كده بس هنجيبهم على اخر الحلقه. في بقى البلان الثانيه اللي هي سيلفر 87. ايه ده؟ في سيلفر بقى، احنا قلنا سيلفر 94، دلوقتي في سيلفر 87. السنه بتبقى من يناير لديسمبر؟ لا، من ساعة ولا ما بتبتدي ال 12 شهر من بدايه الانشورنس لغايه نهايته. من بدايه، يعني لو بدانا في اول مارس يبقى هتنتهي لغايه 12 اخر شهر. فبراير السنه اللي ورا. ال 87 بيكون بقى فيها ديدكتبل بسيط $500 في السنه، وزياره الدكتور بتكون ب $15. ده عشان الانكم عالي شويه عن ال دي. انت عندك اربع شرايح مقسمه بيزد عن الانكم، مش كده؟ مظبوط. بالنسبه للسيلفر متقسمه لاربعه حسب الانكم. هل التقسيمه دي موجوده في البلانز الثانيه برضو؟ لا، سيلفر فقط. فالسيلفر فقط. طب ليه عاملينها للسيلفر فقط؟
يعني زي من وجهه نظري زي تدعيم البلان المعقول مثلا معدله، بحيث ان الناس اللي خرجت من الميديكال ما يبقاش عليها تكلفه التامين عاليه، فهم بيحاولوا برضو يساعدوا الناس اللي هي في يعني لو حد كولوفاي للسيلفر 94 هتكون افضل بكتير من بلاتينيوم ومن الجولد، ما فيش شك لان كوبيمنت اقل وتكلفه المونثلي بريميوم برضو هتكون اقل. طب كده اعلى كاتيجوري موجوده في السيلفر اللي هي 70. طب اديني بقى الارقام شكلها. الكوبيمنت لزياره الطبيب $45 كانت في اول واحده كانت 3 بتقول 3 دولار. اي سي. بالنسبه لزياره دكتور متخصص تكون $65، الارجنت كير 90، اللاب المعامل التحاليل 45، الاكس راي 65، الجينيريك ميديكيشن 25، الامرجنسي روم 250، والهوسبيتال 20%. كده احنا طبعا مش هنقدر نحفظ الارقام دي، لكن اللي احنا فهمناه من كده عشان كده كنت بقول للاخت بنت روبف من نيفادا انه it's really hard ان اي حد يديلك رقم مجرد، لازم to really go through the process مزبوط. عشان تقدر تاخد، لانه $1 ممكن يفرق من بلان لبلان ومن سب بلان لسب بلان وكل ده مزبوط. فيعني انا السبب اللي خليتنا بس انا عايزك تقرانا دول او تورينا دول ازاي it's really tough ان اي حد يقولك حاجه، لازم to go through it. وبعدين هو المهم ان احنا مش يعني مش 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 عارف ليه ما بنعملهاش، لانه مش هيخسرنا حاجه، احنا نروح ونشوف. وعشان كده المهم بس تبقى مع سيرتيفايد وان عشان يبدا يبقى عنده المعلومات الصح انه يساعدك في الميكنج ديسيجن. يعني انا عشان اعملها اسهل للعملاء والناس اللي بتجينا انه يقدروا يختاروا، عملت اكسل شيت وعمل فيها مقارنه بين الاربعه بلان. حاطط مثلا الدكتور فيزيت مثلا في السيلفر 65 سوري في البرونز 60، في السيلفر 45، في الجولد 30، بحيث يقدر يقارن تكلفه كل بلان التكلفه الشهريه، ولما يستخدم التامين هتكون تكلفه كل حاجه قد ايه من الخدمات اللي هينالها. جود، ودي بتدي لك فرصه كويسه او بتدي لك يعني تشانس انك تبص على كل بلان وتشوف انه الاحسن لك وانه المناسب ليك اكتر. يعني بنحاول نعمل لهم زي ريبورت في صفحه واحده يكون بالزبط. كل البيانات بدل ما يقعد يبص هنا وهنا ويكون 4 صفحات مختلفه. مش برضو كده الويب سايت برضو بتدي لك ده في الاخر؟ بس بيديك بلان بلان، بيدي لك بلان. انا شفته يس بلان يعني ما فيش مقارنه ان تشوف الاربعه، ما فيش تجميع عليها في وان بيج ممكن تبص عليها دي. فدي خدمه ممكن انت بتعملها لما بتعملها انت لما تسهل. وطبعا بنشرح لهم تفاصيل البلان، يعني مثلا لو حد في العشرينات مش بيروح للدكتور كتير فممكن يختار البرونز عشان انه حاسس انه مش هيروح للدكتور، ما بيستخدمش الخدمات بكتير. وفي نفس الوقت لو حصل ايمرجنسي حاجه كبيره مثلا جراحه كلفت عشرات الالوف ولا مئات الالوف، ساعتها يدفع الديدكتبل 5000 وخلاص معقول فحسب ظروفه الصحيه. دي برضو بتساعد انهي بلاد تكون انسب ليه. هو ما في شك كل ما الواحد بيكبر كل ما بيحتاج العلاج اكتر، وكل ما بيحاول على 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 بوليس التامين تكون واقعيه تكون بتخدمه، ويكون لانه لو براها هيضطر يدفع كتير قوي. وبعدين دايما اقول للناس يعني لو صحتك كويسه النهارده مش بتعاني اي حاجه، نتمنى الصحه لكل الناس. صح. اعمل تشيك اب كل سنه كل 6 شهور تطمن على نفسك. صح. لان في امراض كتيره كل ما يكون اكتشاف مبكر ليها بيكون العلاج اسهل. ما فيش شك. اوكي معايا الاستاذ ملاك، اتفضل. حضرتك و اهلا بيك ضيوفكم، وكل سنه وانتم طيبين وعام سعيد 2014 على جميع مشاهدينك. ثانك يو. اولا كنت عايز اقول لحضرتك انا اندبندنت كونتراكتور وعندي سكر نمبر 1 واي هاف هارت اتاك 3 تايمز واي هاف باك سيرجري 3 تايمز. اي وونت تو جيت هيلث انشورنس. ماي وايف شي واز هاد. هسالك الاول يا ملاك، اتفقنا ستيت اريزونا. اريزونا اوكي. Well, I have a problem, health problem like diabetes and heart problem, 3 times surgery, and I have back surgery 3 times. So I went to the hospital last month in December, and I get surgery, back surgery, so under my wife's insurance. So my wife, she canceled the insurance for her because it was expensive. She can't pay for that. So I want now to get insurance to take care about myself. So what they have to do. Okay. عدد الأسرة بتاعتك كام؟ أنت ومراتك بس ولا معاك ولاد؟
معايا بنتي اللي هو under 18 years. Under 18, okay. يعني الهاوسهولد بتاعكو تلات. وعندي بنتي تانية في الكوليج. اوكي عمرها كام؟ 21. اوكي. يبقى يعني الهاوسهولد بتاعك دلوقتي اربعة. مش كده؟ That's right, yeah. اوكي cool. هو البنتين هيفضلوا معاكو لغاية 26. اوكي. دي أول حاجة بس عشان تعرف. هل حاولت تقدم على أوباما كير؟ No, this first time I call you, I saw your program, and then I want to talk to you about that. Let me know what I have to do and okay. which program I have to follow. Okay, the simplest thing, since in Intead for Arizona, أعتقد either تدخل على Obamacare Arizona, أنا ما أعرفش الاسم بتاعهم إيه, بس أنت لو كتبت على الإنترنت Obamacare Arizona هيطلع لك الويب سايت الخاصة بأريزونا, ومن خلالها هتبدأ تحط بياناتك, أو أسهل زي ما الأستاذ سامي دايما بيريكومند يعني دور على ايجنت يكون سيرتيفايد أوباما كير أو موجود على بتالي بدل موجود في كاليفورنيا هيبقى موجود برضه هناك في أريزونا, يكون برضه في ريكومندد ليست أو حسب ما أنت الإقامة بتاعتك حسب الزيب كود بتاعك هيكون في ناس ممكن تروح لهم وتبدأ البروسيس معاهم, بس لازم تحاول وتشوف لأن احتمال كتير معرفش الانكم بتاعك شكله ايه, لكن بيست عن الانكم هيتحدد حاجات كتيرة جدا. فاهمني؟ انا عندي الانكم بتاع 24,000 بتاع المدام, انا مش دلوقتي لان انا مريض يعني. Yeah. ف 24,000 is not enough for to cover everything. Actually 24,000 بيست عن الرقم اللي عندنا لعيلة من اربعة من اربعة تنفار هيبقى ممكن تاخد ميديكال فري. ميديكيد فري ولايه تاني. البنتين اي ثينك لسه ستودنتس رايت؟ صحيح البنتين ستودنتس, فما عندهم انكم ولا لا؟ ما لا ما عندهمش انكم. فانتوا التوتال انكم بتاعكم عندها انكم دلوقتي التوتال بتاعكم 24 وات ايفر رايت؟ صحيح. اوكي تحت الاوباما كير انت تبقى اليجيبل لفري ميديك بوليسي تحت الميديكيد, لانه في اربع تنفار مفروض لو انت اقل من 32,499 بتاخد ده, فانت من الناس المحظوظين المفروض يروحوا على طول ويقدموا, مش عارف ليه استنيت لغايه دلوقتي, المفروض على طول باسرع وقت تروح لانك مش هتدفع حاجه بعد كده. انا قدمت ورحت على الاكسس والاكسس رفضني وادى لبنتي بس ال 16 سنه. ده في 2013 ولا من يناير؟ لا في 2013 كان. لا ما القانون ده ابتدى من اول يناير في قواعد واخدت البنفيت داي في شهر 12/2013 لبنتي بس. لا بس انت قدمت على اوباما كير؟ لا انا قدمت على الاكسس هيلث انشورنس. دي دونت يمكن اسم يعني اعتقد اكسس ده اسم برنامج هناك مثلا خاص بالكاونتي او كده. حاول تدخل على اوباما كير وشوف ايه, عشان كده بقول لك شوف ايجنت يكون سيرتيفايد وي هيلب يو مع اوباما كير, لانه بيست على الرقم اللي انت بتقوله لي المفروض انت تاخد العلاج فري يعني ما تدفعش فيه حاجه. بس انا عندي مشاكل صحيه كتير زي ما قلت لك. هما الموضوع ده اتلغى خلاص اوكي ملاك باوباما كير ما بقاش الموضوع ده كان موجود قبل اوباما كير, انه كان في البري اكزيستنت كونديشن كانت بتاثر كتير على الانشورنس وكان ممكن ما تحصلش على الانشورنس خالص, لكن بعد اوباما كير بقاش من يعني ما بيقدر يعني ما يقدرش يرفضك عشان البري اكزيستنت كونديشن بتاعتك. عشان كده بقول لك اسرع وروح بسرعه وحاول تدخل نفسك على طول في اوباما كير as soon as you can يعني. لان جيت من الناس المستفيدين استفاده كامله منها بيست على الرقم اللي انت قلته لي. ادخل نفسي لوحدي ولا ادخل لا كلكم مع بعض؟ قول يا سامي. كنت عايز برضه اقول اعزائنا المشاهدين الويب سايت بتاع الفيدرال اللي هو يعني لو حد مش كاليفورنيا يعني زي ما قلنا الحلقه اللي فاتت في 17 ولايه كل ولايه ليها اسم مشروع خاص بيها وليها ويب سايت خاص, غير ال 17 ولايه دول بيقدروا يخشوا بقى على الفيدرال ويب سايت اللي هو healthcare.gov بالظبط healthcare.gov. فاعتقد اريزونا يمكن من الولايات اللي يمكن يكون الولايات اللي فيها كده. ملاك ما تاخرش على انك تقدم على اوباما كير.
صحيح انا محتاج اروح لدكتور باك سيرجري كل حاجات دي ملاك. I can't do it because I don't have insurance. ملاك عشان كده بقول لك انت من الناس اللي يعني مفروض تستفيد استفادة كاملة من اوباما كير, فقدم عليه على طول وهوفلي زي بقول لك كده بالانكم اللي انت بتقوله ده المفروض تبقى eligible للميديكيت فري ما تدفعش فيه اي حاجة. Good luck I hope everything will go well for you. وربنا يشفيك. اشكرك واشكر ثانك يو ثانك يو ربنا يشفيك. مع السلامة استاذ ملاك. نرجع تاني نقول بقى تكملة الأخطاء اللي أغلب الناس وقعت فيها أيوة نساعدهم إن هم يتفادوها وما تعطلوش. أول حاجة هقولها لك, هل أعملها بنفسي ولا أروح لإيجنت؟ بصراحة أنا ريكومند إيجنت عشان أنت إيجنت أي فيز. لا مفيش أي فيز الكاستمر هيدفعها, وبعدين عنده إكسبيرينس هيقدر يعني حق العميل إن هو يسأل كل الأسئلة ويقنعه. يعني إحنا بيجي لي ناس كارهين القانون ومش مفاهمين حاجة خالص, ممكن بقعد ساعة وساعتين بيمشوا مبسوطين جدا وكل حاجة واضحة بالنسبة لهم وبيحسوا ان قد ايه القانون ده مفيد جدا لغالبية الناس اللي عايشة فيها. هل هي صعبة ان الواحد يدخل بنفسه ويعملها؟ ممكن بس قولي الادفانتج يا منع عشان كده. يعني من ضمن الاخطاء اللي الناس بتوقع فيها بالنسبة لنا احنا في الويب سايت بتاع كاليفورنيا بيكون كل خطوة بنخلصها بنلاقي عليها علامة صح. يعني يقول لك مثلا الهاوس هولد انكم لما تخلص تتاخر البيانات تلاقي علامه صح, بعد كده مثلا هاوس هولد انفورميشن تلاقي علامه صح, في اخر واحده بتكون انرولمنت. لو انت ما لقيتش علامه صح على كلمه انرولمنت يبقى تعملش حاجه, يبقى الابلكيشن ما كملش وما وصلش. فاحنا لما بيجي لنا حد يقول انا بقالي شهر مقدم وما ردوش عليا, اقول له لو قعدت 10 سنين مش هيرد عليك لازم انرولمنت. ما تاكدش ان الانرولمنت بتاعته خد عليها التشيك مارك. فلازم بنقدر نبص على الابليكيشن كده سريعا بنعرف الغلطه فين مجرد نصلحها. فانت بريكومند انه المفروض الواحد يدور على ايجنت ويقدم خلاله طبعا سهل جدا, خاصه انه مش بيكلفه حاجه خالص. احنا يا عايز اقول لحضرتك احنا الميديكال بالنسبه لنا ككاليفورنيا اكتر من ثلثين العملاء ميديكال, ملناش اي استفاده وبتاخدش اي حاجه ميديكال فيها, اي استفاده ماديه, لكن حاسين انك بتعملها خدمه في مقابل بيفيد الناس. وبعدين الناس مش عارفه ان هي كولوفايل للميديكال, لان زي ما قلنا القانون الجديد فيه تعديلات كويسه جدا. يعني زي الاخ ملاك ده لو بقانون اللي قبل اوباما كير ما كانش ياخد انشورنس هتقبله صح, لانه كان واذا خد زي ما عارف ان هو يبقى فيري اكسبنسيف, لان واضح ان هو ابلكيشن 35 صفحه في ميديكال كويشن يعني كل الامراض وكل الجراحات اللي كان ممكن اي واحد يجيبوا امراض للواحد بس هو بيملى الابلكيشن نفسه, ما فيهوش اي سؤال. طب انا عارف انا بقول انا فاكر بالنسبه برضو للميديكال ككاليفورنيا لو كان حد ما عندوش اطفال ما كانش بياخد ميديكال بالزبط. دلوقتي حسب الانكم بتاعه لو انكم محدود بيقدر يستفيد بالميديكال. كت معانا تليفون تاني من هاني قبل ما نكمل الحاجات دي نشوف هاني. عم مساء الخير يا هاني اتفضل. مساء الخير اهلا. انا هاني من ولايه تينيسي. مفيش حد من كاليفورنيا من تينيسي. علي صوتك شويه صبا. ايوه انا هاني بكلم حضرتك من ولايه تينيسي. اوكي كنت عايز يعني اعرف ان انا احنا لو اربع افراد, انا معايا اربع اولاد وانا ومراتي. لا معاك اربع اولاد وانت ومراتك تبقوا انتوا سته. احنا ست افراد. اوكي ال- ال- الاولاد اقل من 26 ولا اكتر؟ لا الولاد انا عندي الولاد اكبر عيل 9 سنين والباقي واصغر عيل مثلا هو شهرين. يعني انا معايا الاربع افراد طيب. هم انا سمعت انهم هيلغوا الكفر كيد. انا معايا اثنين تينكير واثنين كفر كيد. يعني كلهم اقل من 26. اكبر عيل بقول لحضرتك. طب كود كود اوكي ايه قولي بقى بعد كده عايز ايه قولي. بس احنا كنت عايز اعرف ان احنا يعني اللي ممكن ان ندفع قد ايه. انا بعمل حوالي 40 سنه 38 ل 40. تاني برضو ما قدمتش خالص على اوباما كير؟ لا بصراحه ما قدمتش على اوباما كير لان طيب. الاولاد معاهم بيست على الانكم اللي عندك انت بتقول حوالي 38 40. ايوه انت برضو مفروض تبقى eligible ان انت تاخد ميديكال فري او ميديكيد فري. ميديكيد ليا لمراتي وللاولاد بالظبط. يعني الانكم اللي هو اقل المفروض
على ستم فار مفروض يبقى لو عندك اقل من 43 او بتعمل اقل من 43 500 يعني 43,500 بتاخده فري. فانت لازم برضو من الناس المفروض تقدم بسرعه جدا للاوباما كير عشان تستفيد بالهيلث انشورنس الفري اللي هتاخده. ما تتاخرش ولا يوم يعني. برضو شوف مين الايجنتس اللي حواليك اللي موجودين في تينيسي وقدم من خلالهم وما تتاخرش كتير عشان كل يوم بيعدي عليك من غير يعني تويست. طب بالنسبه للاولاد، الاولاد كده بيتلغي منهم جست بلينك بتاعك، روح وهم هيتصرفوا معاك في كل الحاجات دي. بس انت مش المفروض تتاخر كتير يعني، يعني اول وقت تقدر تروح فيه روح وخلص الموضوع ده وان شاء الله هتاخده. يعني انت من الناس المستفيدين جدا بالقانون ده. شكرا خالص لحضرتك. اوكي شكرا. تكي مع السلامه. مين معايا؟ سيره. مساء الخير يا سيره. How do you apply for Obamacare? How old are you? 16. Okay. Yeah. Which state are you in? California. Okay. ما انت كاليفورنيا المفروض تبقي، مش المفروض تبقى under Medi-Cal؟ لا، حسب بتفايل التاكس. حسب برضه الانكم؟ Is somebody claim her as a dependent or not? طيب. انت عايشة مع مين يا سارة؟ My mom and dad. Okay. Well, هل هم عندهم insurance؟ أي حد فيهم عنده insurance؟ يعني حد عنده انشورنس من خلال الشغل؟ Your income, the total income is 32,000? Yeah, no, they don't have insurance. For three people, right? ولا عندك اخوات تانيين؟ I have three other siblings. Three other, okay, siblings. يعني التوتال بتاعك was six? Yeah. Okay. Again, what total income can come? 32,000. It's clearly eligible for Medi-Cal. Your siblings, how old are they? One of them is 15, 11, and 5. Oh, see, all of you under 26? Yeah. Okay. Even with the income, then it shouldn't be under Medi-Cal already? Huh? Yeah, it's Medi-Cal. Yeah. What's the legal status? Are you guys green card or citizen? We're citizens. You're citizens? Yeah. And you guys don't have Medi-Cal already? I thought you should have. I recommend that Tisley be Asia Bitaka or Ustad Sami. Well, I think, you know, ممكن يساعدكم في الموضوع ده. مش كده؟ استاذ سامي، ايه رايك؟ لان كده هم اندر طبعا. لو عايزه نعمل لها، احنا ما لناش اي مصلحه فيه ماديه، لو عايزه نعمل لها الميديكال ابلكيشن. انه بالانكم ده واضح ان هم اليجبل للميديكال. طبعا واضحه جدا. مش كده؟ كلهم، كل افراد الاسره. يا سيره. يا. Again, either you can call Mr. Sam and we should help you with that to get you a free Medi-Cal. Okay. Okay? Based on the income that you told me. Obamacare, how would we sign up for it? That's what I'm saying. Call, it's either you call an agent or you can call Mr. Sam, or you can go by yourself and do it, but we recommend to have an agent with you to help you to get them or to maximize the benefits you can get from it. Okay, thank you. You're welcome. Bye. Bye-bye. هو عايز اوضح برضو، فهمنا دلوقتي بالنسبة للكيس بتاعت مثلا سيرة، واضح ان هي هو انا واضح ان هي بتقول اوباما كير ما بتقولش ميديكال. هو انا عايز اوضح نقطه ان كفر دي كاليفورنيا او اوباما كير او افوردبل كير اكت كله نفس الاسم وبينقسم لجزئين، ميديكال حسب الدخل بالنسبه لكاليفورنيا، لو الدخل قليل او لغايه ليميت معين بيبقى ميديكال، لو اعلى من كده بيكون جوفرمنت اسيستنت كفر دي كاليفورنيا، البريميوم الاساسي ناقص المونثلي بريميوم اسيستنس، وكل ما الدخل بيزيد تكلفه الانشورنس بتزيد طبعا. وده يعني فير انف للناس. هو ده الفاندمنتال بيسز بتاعه اوباما كير، انه بيحاول يبص على الانكم ومن الانكم بيقرر هاو ماتش الواحد بيدفع.
فطبعا اللي بيدفع اقل خالص بيديله فري، اللي بيدفع او اللي بيعمل ما بيعملش فلوس كتير بيعمل له فري، اللي بيبقى نص نص بيدوله بيساعدوه، اللي بيبقى اعلى من كده المفروض ان هو يشتريه بنفسه. وهم دول في العيال اللي اتاذوا كتير قوي من اوباما كير، فمش عايز اروح الناحيه التانيه دي عشان ايه ما حدش يزعل مني في الموضوع ده. معانا خمس مكالمات تاني، مين تاني؟ طب معانا سميحه، اتفضلي. مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ اهلا بيك، كل سنه وانت طيب. ثانك يو. انا وجوزي فوق ال 65 واحنا الاثنين بنشتغل، يعني المفروض احنا الاثنين كان يبقى معاه كان لينا ميديكير، صح؟ لكن لاننا ما كملناش 10 سنين شغل في البلد، فاحنا لو اشتركنا في الميديكير هندفع مبلغ كبير قوي كل شهر فوق ال $400. انا عندي انشورنس في الشركه اللي انا بشتغل فيها وحتى جوزي معايا، بس الانشورنس نفسه لانه بقى بارت تايم انشورنس بياخد مني، بدفع تقريبا كل حاجه على حسابي بالاضافه للفلوس اللي انا بدفعها للانشورنس. يا ترى اعمل ايه؟ طب انت عايشه هنا في كاليفورنيا؟ لا، نيوجيرسي. في نيوجيرسي، اوكي. كاليفورنيا اسهل شويه في الميديكير، يمكن. اوكي، ممكن تعمل ايه في الموضوع ده؟ سينيا موجوده عندنا هنا، ممكن هي تعمل ايه؟ هو انا كنت عايز اقول من الاخطاء اللي الناس بتوقع فيها، أيوة. يعني نفس النقطه دي، لما يكون الشغل بيوفر هيلث انشورنس، ايوه، ككاليفورنيا، ان في بعض الامبلويرز بيوفروا هيلث انشورنس لاما تكلفته عاليه لاما البلان نفسها مش كويسه، يعني في كوبيمنت عاليه، في ديدكتبل كتير، فللاسف الناس دي مش بتستفيد من اوباما كير. عشان يستفيد من اوباما كير لازم يكون التكلفه الشهريه بتاعت الهيلث انشورنس من خلال العمل لا تتعدى، يعني لو زادت عن 9.5% من دخله ممكن يبقى يستفيد من اوباما كير او كفرد كاليفورنيا. لكن لو تكلفه الانشورنس دي 9.5% اقل من 9.5% مش هياخد اي بريميوم اسيستنس في كفرد كاليفورنيا. يا اخت سميحه، اللي بتدفعيه قد ايه من الانكم بتاعك؟ اللي بدفعه قد ايه من يعني مثلا 9.5؟ قولي بس 10% بس عشان للتسهيل. نقرب بس الرقم، هل هو اكتر من 10%؟ ايوه، اكتر من 10%. يعني انا بيقول الانشورنس بتاعي بيقول لي لازم ادفع كل حاجه لغايه ما ادفع 4500 وبعدين الانشورنس يبتدي يدفع. لا، احنا بنتكلم حضرتك على التكلفه الشهريه اللي في الشهر كام بدفع نسبته قد ايه من دخلكم؟ بدفع في الشهر 200 ليا انا وجوزي. اوكي، يعني بمعنى صح انت مفروض تعملي 20,000 او اكتر، صح؟ ايوه، احنا بنعمل اكتر من 20,000، ما عشان كده بنعمل حوالي 36. لا، ما عشان كده انت not eligible، يعني هو كان to be eligible لأوباما كير لو كنت بتدفعي اكتر من 9 اكتر من كده، يعني 36 المفروض يبقى بتدفع على الاقل 360 في السنه او في الشهر. ماشي، هوضح بقى نص الحقيقه. وضح. يعني هو النص الوحش ان هي مش مستفيده حاليا من كفرد كاليفورنيا او من اوباما كير في الكيس ده. لكن ابتداء من سنه 2016 او 2015 يس. هيبتدي الامبلوير يحسن البلانز لانه هياخد فيت الريكويرمنت اللي موجوده في مظبوط، لانه لو الامبلوير ساهم ب 50% من تكلفه الانشورنس هياخد تاكس كريدت من الحكومه اب تو 50%. فانا اتوقع في 2015 هتكون البلانز افضل بكتير من كده. اوكي، انا فهمت. حاليا عشان الامبلويرز they were given اعطوهم سنه اكستنشن، فلغايه ما تخلص 2014 هيبداوا الامبلويرز يعملوا حاجتين، يا اما يلغوا الانشورنس اللي عندهم لانه مش موافق. تعرفين اوباما كير كان بي ريكوايرد في كل بلان في 9 حاجات لازم تبقى موجوده فيها، فاي بلان مش موجود فيه التسعه ده الشركات الانشورنس اضطرت انها تلغي البوليسيز دي، ما عدا لو كنت تبع الشغل. فتبع الشغل هنستنى السنه دي كلها، يبقى ما حدش هيقدر يستفيد اللي عنده انشورنس من خلال شغله وبيدفع فيه اكتر من 9.5% من الانكم بتاعه، بينفع فيه اقل، يبقى مش هيستفيد حاليا.
لكن في اخر السنه الجايه ان شاء الله على 2015 في تعديلات كتير هتحصل، واعتقد الناس كتير اللي ما كانتش مستفيده من اوباما كير هتبقى مستفيده بيه في الوقت ده. يا اما الامبلوير يلغي الهيلث انشورنس بالظبط ويقدروا يستفيدوا من اوباما كير، او يعمل بلانز افضل، او لان هو لازم اكشلي هو مجبر يعمل بلان اكتر. ما هي يلغيه يا اما هيعمله اتليست ماتش ذا ستاندرد الموجود في اوباما كير. مظبوط. طيب يبقى بالنسبه لك يا اخت سميحه هنضطر نستنى لغايه اخر السنه دي وبعدين نشوف ايه اللي هيحصل بعد كده. اوكي جود لك. معايا بنت الرب، مساء الخير، تفضلي. هلو؟ يس. مساء الخير. اولا انا اسمع ان في فري ميديكال لو الشخص ده اوفر من اول سن 55 هم هي في حاله الوفاه هي جو اوفر الاسيد بتاعته. ده الكلام ده مظبوط؟ لا انا مش فاهم بالظبط بتقولي على ايه. لا وضحي لي دي تاني. هو عنده اسيد وكان عنده فري ميديكال وعنده 55 سنة وبعد كده توفى، هياخدوا المبلغ اللي اتصرف عليه من الأسد بتاعته. ده انت في أنهي ولاية قوليلي؟ كاليفورنيا. أنا ما أعرفش، ما سمعتش عن حاجة زي دي قبل كده، لكن سام في أي حاجة؟ لا ما أعتقدش. مكتوب على الويب ها؟ مكتوب على الويب سايت في كفرد كاليفورنيا. في كفرد إنه انا حقيقي ما اقصد لو عنده 50 سنة وعنده فري ميديكال اوكي وتوفى مثلا على سن 60 سنة اوكي الميديكال صرف عليه مبلغ مثلا سي 10,000 بعد ما الوفاة هياخدوها من الاسد بتاعته. انا ما سمعتش عن دي، لكن مش عايز الديسكاونت اللي انت بتقوليه، وانا اوعدك انا I'll search it a little bit more وممكن ارد عليك ان شاء الله في الحلقة الجاية. ماشي. علشان ابقى سؤالي كامل بالنسبه لسيلفر 94 هيبقى بنفس الطريقه ولا لا؟ اما اشوف هيجو اوفر الاسيد في حاله الشخص لما يبقى فوق ال 55 وبياخد سيلفر 94 واتعالج مثلا ب 10,000 هياخدوا منه من الاسيد بتاعته ب 10,000 حاله الوفاه ولا لا؟ لا دي انا متاكد منها ما يقدروش يجوا على فلوسه، لان عايز اقول لك الهيلث انشورنس ده نو ماكسيمم. لو حد هيصرفوا عليه مليون اتنين تلاتة هو بيدفع بس الماكسيمم اوت اوف بوكيت والانشورنس بيكمل الباقي. لكن في الميديكال ممكن عشان لكن في الميديكال ممكن يعني استاذ نبيل يتاكد من المعلومه دي، بس انا بصراحه اول مره اسمع حاجه كده. انا قريت كتير بصراحه وما يعني ما لقيتش كده. انا رايح على السايت في الفريكوينت كويستشنز بتاعت الميديكال. اوكي اول للكيو ان اي بتاعتهم في الكيو ان اي بتاعتهم. اوكي I'll look it up وبعدين زي ما اقول لك انا وال سيرش اكتر بعد كده مع سامي ونشوف وان شاء الله الحلقه. اخر سؤال عشان يبقى بالمره المعلومه كامله. اوكي بالنسبه لو الشخص ده عنده مثلا 24 25 سنه واخد فري ميديكال وبعد كده حول على اشتغل يعني وبقى الانكم عالي وحول على نوع ميديكال تاني، هل هيحاسبوه بعد كده لما يوصل ل 55 يقولوا احنا صرفنا عليك الفتره دي ولا؟ اوكي I think I'm gonna continue to search موضوع الباي باك ده او انهم ياخدوا حاجه من الاسيتس. خلينا السيرش ده وانا اقول لك ايه اللي ممكن نلاقيه في الموضوع ده. اوكي alright thank you so much for that question. I like that. احب اوضح نقطه بالنسبه لكفر دي كاليفورنيا. لما بنحط الانكم مثلا 3,000 في الشهر، جه الانكم زاد بقى 4,000 5,000، المفروض انك بتخش على الاونلاين اكاونت وتعمل تغيير للانكم دوت طالما زاد او نقص 10%. كل قد ايه بتعمل كده؟ في اي وقت، يعني لو واحد في الشهر بيعمل 3 دلوقتي بقى يعمل 4، يعني الدخل زاد اكتر من 10%. طب انا ما عملتش كده لغايه ما السنه تخلص. لما تيجي تعمل فايل للتاكسي بقى هتدفع ده كله باثره في فايل للتاكسي. يعني هو جزء منه ده انه اي تغير او اي تشينج في الانكم بتاعك 10% مور اور ليس يو شود ابديت. يعني لو حد عنده ايجنت بيتصل بالايجنت يعمل له ابديت للانكم، لو ما عندوش ايجنت بيخش هو على الويب سايت. هل ده لما يكون اونلي تحت الميديكال او تحت الميديكال؟ لا كفر دي كاليفورنيا ولا يكون لاي بلان هو فيه؟ ما بالنسبه لكفر دي كاليفورنيا السعر بيتحدد حسب الانكم، فلو الانكم زاد تكلفه التامين هتزيد. لو الانكم انت فاينل بلان وان اندر
government assistant ولا لا او under دي الفكره المانث بريميوم اسيستنس ده هيتغير بالظبط فلو دخله زاد المانث بريميوم اسيستنس هيقل فلما يجي يعمل فايل للتاكس لو ما عملش ريبورت هيحدوه على الفرق منه كل ده اوكي بالنسبه للميديكال برضو مثلا لو فرد بيعمل 15860 فهو ميديكال لو زاد عن كده يبقى هيخرج من الميديكال ويخش كفر دي كاليفورنيا وعايز برضه اقول نقطه الناس كلها اللي جالها الجوابات الاسابيع الاسبوعين اللي فاتوا يعني بيتسرعوا اول ما يجي لهم الجواب يقول له مثلا يو نوت اليجيبل فور كفر دي كاليفورنيا مانثلي بريميوم اسيستنت ماشي اول ما يقرا السطر ده يتصل ويقول ده انا مش كواليفاي لو استنى شويه وقرا بقيه الصفحه هيقول له You may be eligible for medical وان social worker هيتصل بيك لو محتاجين فهو كولوفاي للميديكال اللي هو فري اللي هو بس عصر. لما ارى انه مش covered كاليفورنيا كولوفاي ليها افتكر انه الابليكيشن كله يعني مرفوض يعني دي كانت جود نيوز انه مش eligible لل cover كاليفورنيا ولكن eligible للميديكال فياريت الناس تقرا يعني تكمل الصفحه يعني اوكي تقرا البيج كلها وبرضه في ناس بتبقى مستعجله جدا وقلقانه يعني مثلا حد يتصل بيا بعد ساعتين اجي اتصل بيه يقول لي ده الجواب جالي في البوسطه لسه جاي فيعني بتفرق ساعات يعني ده صار جود نيوز ان هم بيكون جالهم anyway معايا جان على التليفون مساء الخير يا جان الو I wanted to check what the qualification for medical is in California in terms of you know the income but also Do you have to have like savings account or you shouldn't have savings account or how does that work? حسب انت بتكلم على اوباما ميديكال under اوباما كير؟ Yes. Okay. I think Sausan or Sam ممكن يقولون على eligibility. لا eligibility for medical. Medical, yeah. كل اللي بنبص عليه الانكم بس. ما لناش اي علاقه بال بفلوسك في البنك سواء checking او The income based on the income tax return. اه طبعا. How many people? وبعدين بنشوف بيفايل التاكس ازاي وبنحط الانكم تاني. So John. Yes. Based on your income وحسب الفاميلي سايز بتاعتك. If he's single. بتبدا تشوف اذا كنت eligible ولا لا للميديكال. Okay. يعني هل انت single ولا عندك wife and kids? No, just single. Just single. Does he meet the... Based on your income. Right? Yes. اتفضلي يا استاذ. Yeah. Are you making more than 15,000 per year? Well, actually, and right now I'm not working. So it's like zero income. Mm-hmm. Oh, okay. That's for sure you're eligible for Medi-Cal. Okay. So they actually changed it. It used to be where they do look at your account, right? Before? Yeah, it's completely changed. Yeah. Ah, okay. It's completely changed. It became from. 19 as an individual okay. till 64 and with the income you have to make less than 15,000 okay and when your income is go up you have to report that report it okay yeah so once you find a job or something you have to report good Okay. Give it a shot. زي ما قلت لكم اتصلوا بالايجن روحوا على الويب سايت اتصلوا بالاستاذ سام او الاخت ساوسن وشوف give it a try. You got nothing to lose yet. Yeah, it doesn't cost you any. Exactly. So I would rather do that. Good luck, John. Thank you. معايا ماهر استاذ ماهر تفضل. الو؟ لا ده مش ماهر دلوقتي. مين معايا طيب؟ هلو؟ 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 يس مين معايا؟ مساء الخير انا شيرين من نيوجيرسي او هاي شيرين من نيوجيرسي هاو ار يو؟ جود جود كل سنه وانتم طيبين الاول ثانك يو كان عندي بس كام سؤال كده اباوت اوباما كير اتفضلي شكرا دلوقتي انا قدمت اونلاين ليا انا وجوزي ومليت الابلكيشن كله وكان في الاخر في ابلود دوكيومنتس عملت الدرايفنج لايسنس بتاعتي وبعد كده لما اجي اعمل لوج ان يقول لي في الستاتيو ان بروجريس فكنت عايزه اعرف انا كده صح ولا لا Did you choose the plan لا طيب ما هو انت ناقص ان انت تشوز ذا بلان ار يو ميديكال اور Well, she's New Jersey, but I think the process is almost the same. No, but she probably didn't. That's why she didn't.
I think it's still one step. You have to choose the plan first. يعني ادخل تاني على الموقع و هتلاقي حضرتك في حاجه اسمها تشينج ريبورت، هتكليكي عليها وتمشي ستيب باي ستيب، كل ستيب هتعملي عليها كونتينيو انتل يو جيت تشوز ذا بلان، وهتدوسي عليها وتختاري البلان اللي تناسبك. طب ده ديبند اون ايه؟ يعني الانكم ولا على ايه؟ اختار على اساس ايه؟ لا ما هو اي ثينك عشان كده برضو كان الاستاذ سام بيقول يا ريت تشوفي برضو ايجنت تشتغلي معاه ام برضو يوضح لك الفروق اللي موجوده في البلانز. اي ريكومند سينس ان اوريدي انت ستارتد، بصي برضو انت على البلانز بنفسك وشوفي، وبعدين خدي الحاجات دي وروحي يعني لو انا منك هعمل كده يعني روح لايجنت واحاول اشتغل معاه على بقيه البروسيس الموجود ده. هو بس انا هقول لها حاجه واحده، لو حضرتك حطيتي الانكم خلاص وعملتي كل الخطوات it will already calculated، يعني لما هتعملي choose the plan هتلاقيها already البلانز اختيرت already، في منها بس ثلاثة او اربعة بتختاري منهم، يعني في HMO في BPO بتختاري منهم، فبيبقى بتبقى limited قوي وبتبقى محددة ليكي، بتبقى اسهل ان انت بعد ما بتملي الابليكيشن كله بتجيلك البلان already. وانا بعد ما دخلت انفورميشن اباوت الانكم جابوا لي التوتال انكم بتاع الير بتاعنا كله، يعني انا دخلت وكان مظبوط كان مظبوط، هو ازيد من الطبيعي بحاجه بسيطه. طب ما هو زي ما بتحطي حضرتك المانثلي هو بيادد باي اتسلف ويديكي الانيوال، فلازم يبقى زي اللي انت بتحطيه. لا هو ما كانش الفرق كان كبير قوي. لا مش كبير، حاجات بسيطه يعني لايك 200 300 حاجه كده. ذاتس اوكي، يعني مش الفات ولا لا مش بيغير حاجه. اوكي So you just, I think you missed selecting the plan. Go back again and try it and see what you can get. Okay, طب أنا كنت عندي سؤال تاني برضو الـ عايز أعرف لو هو free ولا لأ. لو زي ما حضرتك بتقوله بيدمنت على الـ income، فإحنا خمس أفراد والتوتال إنكم بتاعنا بتاع الير أقل من 18,000. واو. بعد كده يبقى فري؟ يو شود ميديكال؟ انتوا تجيب اقل من 18,000 خمس افراد. فور شور. Yeah, I think for sure you're way below the minimum requirement يعني. لا يبقى انا هصلح لك حاجه حضرتك، لما هتدخلي على تشوز ذا بلان مش هتلاقي فيه بلان تختاريها لانك eligible for ميديكال. For Medicaid whatever. او ميديكيد. New Jersey yeah. Yeah. New Jersey. Yeah. فمش هتلاقي بلان تختاريها. هيقول لحضرتك هيجيكي ان انت ميديكال اليجيبل بيندنج بس انت كده خلاص. ايوه انا قريت الجمله دي فعلا في الابلكيشن قبل كده. مظبوط، انت كده خلصتي خطوات كامله، بتعملي لوج اوت وبتستني بقى البروسيسنج. ما هو مكتوب ان بروجريس، يعني انا كده مظبوطه؟ يس. لا ان بروبر واي از ان بروبر. لا ان بروجريس. بيندنج از ا بيندنج. يا اتس سيماتيك كويس انت اتس بيندنج. هي هتلاقيها انا لما باجي بعمل لوج ان تاني بلاقي ان بروجريس. ايوه ما هي ان بروجريس زي بروسيسنج ده هو لسه يعني شغال عليها يعني. يعني كده كويس كله صح كده؟ كده كويس كله صح. قولي لي لما دخلتي على الويب سايت دخلتي على healthcare.gov ولا دخلتي على ايه؟ مظبوط ايوه هو ده. لان اي ثينك نيوجيرسي ما عندهمش الويب سايت بتاعتهم. لا هو دوت ولو كان في اي مشاكل كنت بتصل بالماركت بليس وبيحولوني وكده. Hey, it seemed good. Like you did a good job. Yeah, برافو عليك. برافو عليك وبعدين ساعدي كل الناس اللي محتاجين برضه في الكنيسه عندك. يا ريت، ما عايزين نكلم ابونا في الموضوع ده. Please do. لانك انت كويس ان انت you succeeded. و كان سو هارد بصراحه، يعني في الاول قابلتني مشاكل كتير جدا في الاكونت. بس على البنفيتس اللي انت واخداها شيرين I think it's a good deal. Yeah. It's a really good deal. So even if you spend some time, it's hard, it's worth it. That can many days, miss some time, but that's okay. And عارف لأن ال government ال Obama Care website كانت horrible يعني كان فيها مشاكل كتير. أنا سمعت إن هي تحسنت شوية يعني واحتمال فيها لستين مشاكل بس it's not as bad as the first started. طيب انا كان عندي سؤالين تاني. لا كده انت you got okay go ahead. صح كده بقى. اوكي دلوقتي انا لسه ما كملتش خمس سنين، فهل بعد خمس سنين اقدم بقى على الميديكيت العادي بتاع الستيت ولا ده خلاص كده؟ لا انت كده كويس قوي تستمر ما دام بتاخدي فري ميديكال. The only thing will change كل سنه لو تغير الانكم بتاعك. لكن الحاله القانونيه بتاعتك it's the same regardless معاكي جرين كارد او سيتيزن شيب.
طيب ده بيكفر بقى السنان ولا بقى لا؟ بيكفر السن. احنا معلش انا لو ولا حاجه في كاليفورنيا، كاليفورنيا بيكفر الكليننج وبيكفر الخلع بس، يعني حتى ما فيش فيلينج ما يقدرش يكفر فيلينج. في في اوباما كير نفسه في اسنان الاولاد؟ للاولاد في، الاولاد في يا هنا في الاولاد بس باكسترا يعني لازم اي ثينك نو اندر اوباما كير من الناين سيرفيسز اللي المفروض كل بوليسي بتبقى للاولاد الميديكال وات ايفر يعني لل للصح للميديكيد اتس كفرد للاولاد بس نوت تو الادلتس لا والادلت مش للسيرفيسز اللي موجوده بالنسبه للاطفال يعني لا ممكن صح بياخد البيزك البيزك بالظبط يس يس يعني يبقى لا معلش ما فهمتش لا ما هو انا عارف انه الاطفال قد ايه للكبار انا مش متاكد وبالذات بالنسبه لنيوجيرسي مش عارف بالظبط الديل بتاعهم ايه يعني هو اصل عيب اوباما كير بصراحه انه في بيسك ثينجز وبعدين في تشينجز من ستيت لستيت فساعات حاجات اللي هي موجوده في كاليفورنيا ممكن ما تكونش موجوده في نيوجيرسي فعشان كده it's really hard we really have you have to read it specifically to New Jersey انت عموما هيجي لك البلان وهيبان فيه كل الحاجات دي لان هم لازم بيبعتوا طبعا الاكسبلينيشن في كل البينيفيتس اللي موجوده فاول ما هيجي لك الورق هيبان فيه كل الحاجات دي على طول اوكي فانت كويس ان انت ان بروج امتى قدمتي على على او امتى حطيتي الابلكيشن 2 days ago حرام انت كنت المفروض من زمان تقدمي عليه بس anyway انت لسه 2 days هو هياخد وقت كمان اسبوعين او حاجه تقريبا يعني لو قدمت قبل يوم 15 الكفرج هيبقى اول فبراير لو قدمت حل. بعد 15 انا كان يوم ايوه انا كنت يوم 15 يوم ما خلصت الابلكيشن كان يوم 15 طب كويس يبقى انت على الاقل هتبداي في فبراير وادلهم كابل ويكس على ما يبعتوا لك البيبر ورك والحاجات جود لك ثانك يو شكرا مع السلامه كل سنة طيب معايا الأخت ميرفت مساء الخير هلو أخت ميرفت أخت ميرفت مش سامعاني معايا مين تاني بعد كده أوكي لغاية ما يجي معايا أوكي معايا الأستاذ نبيل اتفضل نبيل من تينيسي مساء الخير يا اهلا تينيسي النهارده منورنا خالص كل سنه وانت طيب كل سنه طيب اتفضل انا شغال ومعايا ولدين والمدام يبقى اربعه توتال جود فيلت تاكس في 2012 36000 اوكي الشغل عندي عنده انشورنس بس انا ما اشتركتش فيه لان هياخدوا مني كل اسبوع $130 اوكي اعمل ايه دلوقتي فانت ما عندكش انشورنس خالص ما الشغل فيه انشورنس بس انا ما اشتركتش فيه لان هياخدوا مني $130 كل اسبوع طب كويس يعني انت ما عندكش انشورنس خالص حاليا ما عنديش ما عندكش انشورنس خالص وكده تكلفة الانشورنس اكتر من 10% وبتعمل قلت كام 36,000 36 اوكي انت مش eligible مش هتبقى eligible للفري لكن هتبقى لو قدمته خلال اوباما كير هتقدر تاخد يعني assistant من الجوفرمنت بمعنى صح هيدوا لك او هم هيدفعوا لك مبلغ معين كل شهر وانت تكمل عليه يعني لو مثلا انت اخترت بلان وكان $200 مثلا وانت كنت eligible ل 150 فهم هيدفعوا لك 150 وانت تدفع ال 50 او يعني حسب الانكم بتاعك الاسيستنت بتعتمد على الانكم بتاعك فاهمني ازاي؟ كنت كان في حاجه استاذ سامي عايز تقولها هو بالنسبه لينا في كاليفورنيا لما بنملى الابلكيشن وزي ما قلنا لو الامبلوير اوفر هيلثي انشورنس سواء يو اكسبتد اور نوت اكسبت يو هاف تو بوت ات ان ابلكيشن وتقول التكلفه قد ايه جود وهم بيحسبوها بقى ان دي اكتر من 9.5% فبالتالي هتبقى حتى لو انت مش مشترك فيه حتى لو مش من ضمن الاسئله بيقول لك انرولمنت او نوت انرولمنت اوكي ومنها هيقرروا اتفضل لازم اكتب له
لازم اقول له ان انا مشترك او غير مشترك. ما هم يعني احنا في ما اعرفش الابلكيشن بتاعك وشكله أكيد ايه. اكيد والبيسم غير. لا لكن احنا عندنا بيقول لي مثلا ان في هيلث انشورنس من خلال الامبلوير، فلما بعلم عليها او بختارها بيقول بقى تكلفة الشهر قد ايه، وهل دوت يعني حاجة كويسة ولا لا، اقل من 9.5% ولا لا، او بالانكم بيحسب طبعا السيستم اوتوماتيك على طول ان كانت اكتر من 9.5% ولا اقل. يبقى يا اخ نبيل انت تتصل انت تقدم على اوباما كير وهتشوف اللي يحصل، لانه يعني صعب علينا من هنا من بس مجرد الرقم ده ان احنا نعرف بالظبط ايه اللي هيحصل معاك، وخاصة ان الشغل عندك بيأفر انشورنس وذر ان انت واخده والنات هيدخل برضو في الحسابات او الكالكوليشن بتاعة البريميوم بتاعك، فاهمني؟ طب دلوقتي معايا بنت اكتر من 26 وولد 21. البنت اللي اكتر من 26 مش هتبقى تبعك خلاص. اقل من 26. اقل اوكي سوري اقل من 26 كلهم هيبقوا معاك. سو whatever الديل اللي انت هتاخده هيبقوا covered. طب معلش سؤال تاني، انا لما رحت فايل تاكسي الايجنت قال لي بنتك 24 سنة ما تدخلش تحتيك، ازاي الكلام ده؟ ده كان زمان، ده كان زمان قبل اوباما كير. قبل اوباما كير، قبل ما في اول من 2013 اترفع او ترفع السن ل 26 سنه. فحاليا طالما انها اقل من 26 هتبقى جزء او هتبقى معاك في نفس البوليسي. طيب خلاص شكرا. جود لك، جود لك، مع السلامه. معايا مين تاني؟ ميرفت مساء الخير. ايوه مساء الخير النور. انا بس عندي استفهام، حضرتك بتتكلم على ميدي كير ده كويس او ميديكال بلان، يعني طب امتى الواحد يبقى اليجيبل للميديكال؟ ميرفت انت عايشه في ايه معنى سيلفر 97؟ اوكي. وعندي سؤال ثالث، هل اوباما كير ما بيعملش فرق ما بين الجرين كارد ولا نكون ريزن سيتيزن؟ اوكي ميرفت انت ساكنه في انهي ولايه؟ نيفادا. نيفادا اوكي. بالنسبه انا ممكن اسال ارد لك على اخر سؤال بتاع جرين كارد او سيتيزن، اوباما كير ما يفرقش بين الاثنين. اوكي انت ليجل سي ان كنت جرين كارد او سيتيزن، ده سؤال. اوكي السؤال الثاني قلتي لي ثاني، رجعي لي ثاني السؤال ده. سيلفر 97، ايه سيلفر 97 او 79؟ اوكي هل ده بس موجود في كاليفورنيا ولا موجود في نيفادا؟ ما اعرفش yeah. كان في حد كلمني من فلوريدا بيسال قال لي انه جاي له ايجنت وكده، فقال لي سيلفر 1، فغالبا ممكن تكون الارقام ممكن تكون مختلفة. الاسماء مختلفه من ولايه لولايه برضو. لكن احنا قلنا ان سيلفر 94 هو عباره عن سيلفر بس حسب الانكم بيتقسم لاربعه بلانز مختلفين. يعني 94 حسب. طب اقول لك حاجه، يعني اخلي الاستاذ سامي تاني يشرح لنا موضوع السيلفر على اساس يعني تفهمي ان هي بلان وتحت البلان في اربعه كاتيجوريز بيست عن او بناء على الانكم اللي انت بتعمليه، مش كده؟ ممكن نقارن ممكن يعني نعملها تاني عشان اذا كان يعني حسب الانكم بيتحدد اذا كان الشخص كولوفايلي 94 ولا 87 ولا 73 ولا 70. الارقام دي عباره عن اسماء the different plans. بتتحدد حسب نسبه مئويه من خط الفقر. كويس بس يعني لما انا اقول سيلفر 94 73 it's a name، يعني هي الاسم بتاع البلان. مش كده؟ يعني مثلا لما نقارن yeah. مثلا الدكتور فيزيت بالنسبه لل 94 هرجع تاني بس عشان الفهم دي. اربع بلانز اندر الامبريلا او المظله بتاعت السيلفر. كل واحده منهم بيست عن الانكم بتاعك. وبالتالي كل ما الانكم بتاعك بيكون قليل كل ما الخدمات هتبقى او اللي بتدفعه الخدمات هيبقى اقل. بس قليل بس ازيد من ميديكال. طبعا يعني لانك انت بالظبط. وكل ما بيزيد تحت يعني للتاني والتالت والرابع هيبدا يزيد لان الانكم بتاعك بيزيد. مزبوط. مش كده؟ مظبوط. اوكي فمثلا لو احنا بصينا مش فاهمين ايه هو الميديكال ان اول مره. لا ما انتوا ما عندكمش ميديكال. لا انت احنا ميديكال ده خاص بكاليفورنيا، انتوا عندكم اسمه ميديكيد. عندك ميديكيد في نيفادا كاليفورنيا بس اللي بيطلق يعني ميديك دي اول حروف من ميديكال وبعد كده سي اي ال اللي هي اول ثلاث حروف من كاليفورنيا.
هقول يعني الميديكير دوت افضل من اوباما كير؟ مش هما بصي هقول لك اوباما كير برضه. هو هقول لك على حاجه، انا هفهمك الموضوع كله عشان تعرفي. بصي في امريكا في اتنين بيج سيستمز، حاجه اسمها ميديكير بالراحه في الاخر، ميديكير دي لل 65 وابوف، فاهماني؟ غير كده محطوط ميديكيد بالدال في الاخر، ميديكيد، فاهماني؟ ده للناس اللي اقل من 65، وبيختلف يعني انت eligible ولا لا من state لstate. يعني في states بتبقى generous شوية عن states ثانية. فالميديكيد بالنسبة لك انت في نيفادا اسمه ميديكيد، في كاليفورنيا بيسموه fancy name شوية عشان يبين ان هو تبع كاليفورنيا، فحط له ميديكال عشان يعرف ان هو في كاليفورنيا، فاهماني ازاي؟ ففي فلوريدا مسمينه فلوريدا ميديكيد، في فهو حسب كل ستيت بيتسمى بالاسم اللي هم عايزينه في الستيت دي. يعني ممكن عندك يبقى اسمه نيفادا ميديكيد، كويس؟ لغايه دلوقتي فاهماني؟ ايوه فاهم حضرتك. طب انا زوجي تبع الميديكير اللي هو 65. كويس كويس، بيدفع حوالي 100 وشويه كل شهر. كويس اوكي. احنا ثلاثة وابني اقل من 16. جود. طيب فهل انا وابني ما عندناش، هل احنا الثلاثة نحول لاوباما يبقى ناخد فري؟ هتابلاي على اوباما كير وجوزك هيفضل زي ما هو في الميديكير، بس انتوا الاثنين هتدخلوا تبع الاوباما كير، وحسب الانكم بتاعك هيتحدد اذا كنت هتاخدي فري ميديكال ولا لا، او ميديكيد ولا لا. اوكي احنا الثلاثة اقل من 50,000. اقل من 50,000 مش هتبقي eligible للفري ميديكيد، لكن هتبقي eligible ان الجوفرمنت اسيستنت، ان الحكومة تدفع لك جزء من البيمنت بتاعتك الشهرية. How much ما حدش يقدر يقول لك لغايه ما تدخلي على او لغايه ما تحطي البيانات بتاعتك في السيستم، والسيستم بيقرر بعد كده. ومنها برضو ان جوزك موجود على هيلث انشورنس ثاني، فحسب الحاجات دي هم هيقرروا المساعده دي من الحكومه. يعني انت eligible لانك تاخدي مساعده. انا اخش اعمل الابلكيشن على النت، بس ممكن تعمليها على النت. مثلا تعبت او ما عنديش الانفورميشن الكافيه، هل ممكن اسيبها وارجع اطلعها تاني ولا هو لازم وان تايم يعني؟ يس يو كان، يس يو ويل. اه تقدري حضرتك تسيفيها، ولما بترجعي تاني بتلاقي كلمه كونتينيو او ريزومو اللي هي يعني تكملي ريزوم، بتكمليها فبتدوسي عليها وبتكملي. لازم هتلاقي الكلمه دي موجوده، معناها ان انت لسه ما كملتيش. طب لو احنا حطينا معلومات غلط بالنسبه مثلا في الانكم، هل في تشانس تو تشينج ات ليتر اون ولا خلاص بتتسجل؟ ما المعلومات اللي تحطيها هتبعتي دوكيومنتس بتثبتها، فمش ممكن هتحطي حاجه غلط. لو هتدي حاجه غلط از نوت جن ماتش الانفورميشن او الدوكيومنتس اللي هم بيسالوك ان انت تحطيها، وبالتالي هيعمل لك ايرور وهيعطلك. طيب هل الدوكيومنتس دي لازم اعملها سكان وابعتها ولا ازاي على الكترونيك؟ بيابلود ازاي؟ هقول لحضرتك بيبقى في مكتوب عندك في اخر حاجه قبل تشوز الهيلث بلان، بيبقى في حاجه اسمها ابلود دوكيومنت، بتدوسي بتبقي انت مسيفاها، بتبقي عاملاها سكان وحطها على الديسك توب بالظبط، وبتبقي مسمياها، فبتدوسي عليها وبتبراوز لك بالظبط البراوز، وبعدين بتدوسي على المكان ما انت مسيفاها في الديسك توب، بتحطي دوكيومنت وبتعمليها ابلود، لازم يجيكي بالاخضر سكسسفول ابلود، وبعدين تعملي سبميت 1 باي 1. ده برضه في الويب سايت بتاعنا. ده بالنسبه لكاليفورنيا. نو اي ثينك اتس ذا سيم سيستم بيكوز ذاتس ا تكنيكال ديتيلز. يس. وبعد ما انا اعملها ابلود وكده وجالي ان انا اختار البلان، هل اخد وقتي بقى وادرس البلان؟ خدي وقتك زي ما انت عايزه. بس لو رحت الايجنت جنبك، يعني احنا طبعا في كاليفورنيا بعيد عني خالص، لو رحت الايجنت هيساعدك في كل الحاجات دي ومش هتدفعي له اي حاجه،
لان هو بيعمل الحاجات دي عشرات المرات كل يوم، فهيقدر يديك الخبره، يساعدك في الاختيار، يساعدك في انك تكملي الابلكيشن، لو عندك سؤال هيجاوبك عليه. صح، هو اللي هيجي لك في البلان. في واحد جه مزيت البيت وخبط علينا وعرف ان احنا فيش في يعني بيسالنا في عندكم ميديكال كير او لا، او بعدين بيدينا الورقه بياخد اسمنا وقالوا لنا هنتصل بيكم. طب حلو خالص. هل المندوب دوت ساب لي فعلا فلاير، ومن ضمن الفلاير اربعه مش عارف اربع شركات تقريبا او حاجه، فالواحد مش عارف يختار منهم، برضو سانت ميري هيلث انشورنس والكلام ده، الواحد يختار على اساس ايه؟ الواحد مش فاهم. ما هو ده اللي هو هيجاوبه عليك لما تساليه. وبيست على الاحتياجات بتاعتك، يعني انت بتبصي احتياجاتك ايه؟ مثلا الولاد صحتهم كويسه يعني عاديين، ولا عندهم سوري اشكالات؟ فيعني حسب كل واحد، حسب صحتك انت كويسه ولا برضو عندك اشكالات. يعني الواحد ما بيقدرش يانسر الكويشن دي لانه في يعني سبيسيفيك انفورميشن موجوده يعني صعب علينا ان احنا نعرفها، الا اللي بيقدم هو بيبقى عارف يعني. فعشان كده it's good idea ان انت تلاقي واحد برضو تكلميه وتبدأي تتفاهم وتقول له مثلا احنا صحتنا كويسة، لا احنا عندنا problem في الموضوع ده مش عارف ايه، وبيست عن ده بتبدأي تختاري البلان. عشان يعني مثلا لو انتوا اصحاء جدا، معظم الناس بتختار سيلفر وساعات بيروحوا للبرونز، لو الواحد او ساعات كمان صغيرين خالص بيختاروا برونز، لكن اذا كان واحد محتاج خدمات بدالي من احسن له انه يدخل على السيلفر مثلا. فزي ما انت شايفه حسب النيدز بتاعتك هتقرري تشوفي انهو بلان بيبقى مناسب ليكي، وكمان هاو ماتش يو وان تو باي كمان بتساعد، او المفروض انها فاكتور في السيلكشن انت بتعمليه. يعني ممكن البلان بتاع ابني يختلف عني بحيث ان هو يدفع اقل مني وكده. هو في احنا عندنا برضو بالنسبه لكاليفورنيا، في لما بتيجي تختاري البلان بتلاقي اتنين باكس وبيقول لك تشوز ذا بلان فور انديفيديوال فور وان ولا فور اول. فلو انت عايزه البلان بتاعتك مختلفه عن ابنك بتبرس على تشوز فور وان، فبيطلع لك وان باي وان بالاسم وبتختاري حضرتك البلان المناسبه. لو انتوا الفاميلي مع بعض عايزين بلان زي بعض بتبرس على تشوز فور اول. فجود دي بتدي تشانس شويه انه يكون مثلا احنا عيلة اربعة مثلا عندنا واحد تعبان قوي والتلاتة التانيين كويسين، فيبقى مش لازم نختار بلان غالية جدا للتلاتة، فبنختار بلان ارخص شوية للتلاتة وبنختار التانية الغالية للفرد اللي عندنا اللي هو محتاج علاج بصفة مستمرة. فاي ثينك ده الفرق. يس سوري تو انتربت يو. لا اتفضلي. وانت انا اخترت البلان اوكي، عملت ديسيجن بالنسبة لاوباما كير، بعد سنة هل اقدر مثلا لما لقيت مثلا الكوستلي بعد سنه هل اقدر الغيه ولا ايه الموضوع؟ لو لقيتي ايه حضرتك؟ لو غلي مكلف كوستلي او مكلف. ما هو او غالي، ما انت اذا لغيتيه هتاخدي بينالتي. لا ولو لغيتيه ما هو بره اغلى. هيبقى اغلى من كده صح. يعني يعني مستحيل انك هتلاقي حضرتك بره ارخص من اوباما كير، لكن تغيري البلان. يعني بتغيري البلان مع الانرولمنت الجديد بتقدري بتاخدي حاجه ارخص او اقل، لكن تلغيه خالص ما هو هتقعدي من غير زي ما قال الاستاذ نبيل هتاخدي بنالتي. ولا مثلا يمكن مثلا في حاجه في الويلفير؟ لا ما if you really eligible الحاجات دي ممكن تكون انت مستفيده استفاده كامله من اوباما كير. يعني if you reach that level او اذا كان في مساعدات من ويلفير فاكيد الانكم بتاعك ممكن يكون eligible لاوباما كير almost ما فيش تكاليف خالص او تكاليف بسيطه يعني. عشان كده يعني هو specifics this is really hard علينا احنا answer it. فلازم to go through the process وشوف النتيجه ايه، و you may be surprised maybe يكون بالنسبه لك ده الحل الامثل يعني تستمري معاه على طول. اوكي لو انا خلصت كل البروسيس وقالوا لي هتدفعي مبلغ معين قدامي تشويس اكسبتد اور نوت اور تشويس تو ثينك اباوت ات تو سيف ات اجين وبعدين اقدر اخده تاني. You can. You will always be able to save and resume at any time after that. حتى لو حضرتك اخترتي بلان وبعد كده لغايه اخر مارس عايزه تغيريها من حقك انك تغيريها، وبعد كده كل سنه من اكتوبر 1 لديسمبر 7 هيتفتح الانرولمنت كل سنه، لو عايزه تغيري ممكن تغيري. يا
All right. Thank you so much. Thank you. معايا آخر مكالمة تقريبا أو ما عندنا مكالمات تانية مع الأستاذ يسري. اتفضل. مساء الخير. مساء الخير. أهلا. كل سنة وانتم طيبين. Thank you. بكلمك من ولاية جورجيا. أوكي. إحنا أسرة ثلاثة أنفار. أنا والمدام وابني. ابني عنده 20 سنة. أوكي. وأنا والمدام مش بنشتغل. كنا واخدين قبل كده ميديكيد في ولاية جورجيا، عطونا لمدة 8 شهور وبعدين قطعوه عننا. دلوقتي احنا بقالنا حوالي 6 شهور او اكتر ما عندناش انشورنس خالص، فكنت بسأل على اوباما كير ايه الفرصة بتاعتنا فيه. اوكي. الانكم بتاعكو كام؟ احنا مش بنشتغل. يعني طب لما بتعملوا انكم تاكس بتاعكو، الانكم بتاعكو بالتوتال كام يعني؟ ما عندنا. ما فيش اي انكم؟ ما فيش انكم. I think انت على طول لازم لازم تقدم في اوباما كير، لان اعتقد من حقك هتاخد فري ميديكال منهم او ميديكيد منهم. هل احنا في ولاية جورجيا كان قالوا الميديكيد لمدة 8 شهور فقط واتقطع؟ لا لا لا، بعد يناير. اوكي. انت كنت واخده under different system. دلوقتي لو دخلت through اوباما كير هتبقى eligible through اوباما كير. واوباما كير ملهوش الثمان شهور وتسع شهور، فيه at least لمدة 12 months وبعدين حسب التغييرات اللي بتحصل. فأنا يعني انت برضو من الناس الكنديدز كويسين، مفروض تقدم على اوباما كير right away، ما تضيعش وقت وقدم. ويعني هو المفروض انك لو بتعمل اقل من 26,951، يعني لو بتعمل اقل من 27,000 انت eligible للفري ميديكيد في جورجيا. فواضح من كلامك ان انت اقل من كذا او بتعمل اقل من كذا او من المبلغ ده، فانت يهاف يعني مش عارف ليه مضيع وقت كتير. المفروض على طول بكره تروح تقدم وتستفيد باوباما كير. اوكي. بس عايز اسال حضرتك، هل السن دي حاجه يعني انا اخد ميدي كير والمدام وابني ياخد ميدي كير؟ انت عمرك اكتر من 65؟ يس. وانت دلوقتي على ميدي كير؟ دلوقتي انا ما عنديش حاجه خالص. اوكي. انا مش عايز ادخل في الاليجيبيليتي بتاعت ميدي كير، لاني يعني انا مش I'm not good in it so I don't wanna، مش عايز اجيب انفورميشن غلط. لكن اللي انا اعرفه قدموا انتوا الثلاثه وشوف ايه اللي هيقوله لك. بس لانك انت من الناس المستفيدين جدا، او حالتك من الناس يعني من الحالات المستفيده جدا، لان way below او يعني المفروض ان هو الانكم ده هو اللي هيديله الفري ميديكيد. اعتقد ممكن يسال الميديكير برضه يشوف ايه الستاتس بتاعته. وبعدين انا مش عارف ليه ان انت مش لان احنا بنقدم لغايه 65 بالظبط. بس فهو لازم يسال في الميديكير. حكايه الاوفر 65 بياخد الميديكير، ما حدش قال لي قبل كده، فما كنتش باخد ابدا، ما كانش عندي انشورنس. طب هقول لك، انت عارفة انا معايا الدكتورة الشهيرة، والدكتورة الشهيرة ممكن تساعدنا في الموضوع ده. طب حاول تساعدك يعني هانج اب واسمع، لان الدكتورة الشهيرة هتساعدني انا عارف في اجابة السؤال ده. طب معايا الدكتورة الشهيرة، تفضلي. مساء الخير. سلام. انا الاول بحييكو وبشكركو على الخدمات العظيمة والمجهود الكبير اللي بتعملوه. Thank you. شكرا. وبشكر الأستاذ والمدام على تعديدهم للحفل الاحتفالية بتاعت لوغوس لعيد الميلاد ورأس السنة، وتبرعوا بعشرة آيباد للناس. Oh, thank you guys. شكرا. إذا كنت عايز تسألني السؤال الأول اسألني، وبعدين أقولك. أخونا يسري أخونا يسري من جورجيا هو أكتر من 65 وما هوش في ميديكير، فمش عارف ليه ما قول عمر ما حد قال لي إنه في حاجة اسمها ميديكير. طب أنا كمان ليا سؤال بالنسبة له. اتفضل. ليه ادوله 8 شهور بس؟ هل هو هنا مش قاعد ليجالي؟ لأن مفروض لو وافقوا له على، لأن هو أكتر من 65، لو هو معاه هجرة يعني جرين كارد أو سيتيزن مفروض ما يقطعوهوش بعد 8 شهور. هو انا عندي تحفظ على ده بس يا دكتوره، ان هو في جورجيا والميديكيد ساعات من ستيت لستيت فعلا بيختلفوا. بس
كونهم ادوهوله يعني هيز كواليفايد. You will be surprised. اللي خلاه يبقى ديسكواليفايد دكتورة. You'll be surprised the differences اللي موجودة من state to state في نسبة للميديكيد بالذات. فمش عارف بس دي نقط كويسة برضو يعني المفروض هو يسأل عليها ويشوف ليه. اتفضل. إذا كان هو معاه هجرة أو جرين كارد that will answer. لو هو معاه جرين كارد أو citizen وما اشتغلش وقدم 10 سنين income tax حتى لو زيرو بس ما يعني ما قدمش income tax هيجي له ميديكير اللي هو من الفيدرال اللي عند اوباما مش بتاع جورجيا ده بتاع الفيدرال بارت بي اللي هو بيغطي الاوفيس بس سي 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 دكتوره سي دكتوره سي فور تشارلي نو بي لايك بوي ا بوي اوكي بارت بي okay. لو هو كان اشتغل او مش مهم اشتغل بس قدم على الاقل 10 سنين انكم تاكس واتخصم منه سوشيال سيكيورتي ان شاء الله يكون زيرو بس في سوشيال سيكيورتي بيمنت اتاتشد للتاكسس بتاعته يجي له بارت A و B اللي هو المستشفى وبارت B. ناو لو هو حتى يعني هو كواليفايد مدام فوق 65 وعايش هنا حتى بجرين كارد لبارت بي ميديكيد ميديكال ميديكير ام سوري بالسي اي ار اي اوكي ما يجيلوش بارت اي الا لو كان قدم انكم تاكس ريتيرن لمده 10 سنين او اكثر جود اوكي في الحالتين حتى لو كان زي ما حضرتك جاوبته ان حتى لو كانوا شالوله تبع الستيت الميديكير بتاعه الميديكيد بتاعه فبالغصب دلوقتي لازم يرجعوه بالزبط. لان الاوباما كير بيمشي على كل الستيت بغض النظر عن الريجوليشنز اللي كانت عندهم قبل كده بالظبط بالظبط هو يروح يقدم زي ما كان most likely مدام الدخل بتاعه ما تغيرش هيكواليفاي للي تشال منه وحاجة جديدة ممكن يجي له ميديكير بارت بي كمان good يعني it's worth طب بيروح بيروح لانه حافظ عشان يقدم على الميديكير بالراه الميديكير للسوشيال سيكيوريتي اوفيس good للويلفير اوفيس لان ده تبع الفيدرال good تبع الستيت so سو انا يعني هو المفروض يروح للسوشيال سيكيورتي اوفيس هو بس ان انا مش عارف هو الحاله الليجل بتاعته الستاتس بتاعته شكلها ايه طيب هو يمكن فهم دلوقتي يطبق اللي قلناه على حالته بقى بالظبط على الاقل دلوقتي عنده ديفرنت وايز يجرب ويشوف ايه البيز ديل اللي ممكن ياخده في الحاله دي طب اصل في ناس من اللي هم جايين ولسه الاوراق بتاعتهم عند في اللويرز اللويرز ومستنيين القاضي يحكم ياخد جرين كارد ولا لا وده يعني تعليق وسؤال برضو اذا كان الاحباء اللي معاك يقدروا يجاوبوني عليه اذا ما كانش ممكن نتاكد منها sure. الناس دول في حاجتين في بيجي يقولوا لهم الحاله بتاعتك بتنظر ومؤقت هنطلع لك ورك بيرميت ويدوهم رقم كده يشتغلوا بيه فالورك بيرميت دي هل دي بتسمح لهم ان هم يكواليفايوا للاوباما كير ولا لازم يستنوا لما القاضي يقول لهم انتوا تاخدوا الجرين كارد ويجي لهم اوكي الاخت ساوسن هي ريدي نات تقول لنا ايه اللي بيحصل في الموضوع ده هو احنا معانا حاله واقعيه فعلا ان حد جالنا وقدم معانا وكان معاه الورك بيرميت ومعاه السوشيال ولسه ما جالوش الابروفال يس ما مع السوشيال يبقى جاله ابروفال لا مع لا نيسيسيرلي لا مش شرط مش لازم هم بيدوا له السوشيال لانه عطوا له الوركرز كوم عشان ادوا له الورك الورك بيرم بس ده بيبقى عليه كود معين بيقول انه هو مش يعني اوكي اتفضلي كملي وبعد ما قدم وعملنا له ابلاي سبميت الابلكيشن وكله وفعلا جاله الميديكال
Really? Oh. يعني before he received the approval from the yes. judge. Yes. Just ان احنا عملنا submit الدوكيمنت مظبوطة اللي كانت معاه. Yes. والwork permit حطينا الأرقام كلها مظبوطة ومع السوشيال وكله وجاله فعلا ميديكال. That's really good news. That's really good. هو أضيف جلاد ان انت جاوبتي السؤال ده لأنه بيتسأل كتير جدا. طيب أنا ليا كام تعليق كده بسرعة مش هعطلكم. اتفضل. طيب نمرة واحد ان يعني المدام لما عملت له وجاله ميديكال هي ما خدتش اي ريورد من الانشورنس او من الستيت او من الفيدرال ما جالهاش ولا حاجه ده هي عملتها خدمه فور فري ده صح ف يعني كل الناس اللي قدموا والانكم بتاعهم يعني هي بتعمل الشغل او الاستاذ او اي ايجنت تاني زي الاستاذ جوزيف او اي حد الشغل ده بيعملوه ولو الانكم بتاعهم خلاهم يدخلوا تحت الميديكال او الميديكيد يعني الميديكيد في اي ولايه الايجنت اللي تعب وعمل لهم الابلكيشن ما بيطلعش بحاجه خالص بالظبط فبيعملها لهم كخدمه وهو بيبقى عارف لو ما بيسالهم على الانكم اول ما بيقولوا له بيبقى عارف هو هياخد ريورد من الانشورنس ولا لا فهو بيعملوها ببلاش hoping ان مثلا الناس دول في الفيوتشر ربنا يشتغلوا ويعملوا انكم ويتحولوا لانشورنس ولو حتى يدفعوا دولار واحد في الشهر بس بيبقوا طلعوا من الميديكال الفري ميديكال فهم بساعتها يبقوا يقولوا لهم احنا على فكره ساعدتونا كذا سنه ولا كذا شهر دلوقتي عايزين نغير عشان الانكم بتاعنا اتغير فهم يطلع لهم حاجه good point yes النقطة الثانية ان احسن يجو ثرو الايجنت عشان الايجنت هيحفظ التغييرات اللي جاية اللي هم محتمل ما يبقوش دريانين بيها. That's a very good point. يعني he always can update them too لو في تغييرات كمان حصلت في تطبيق القانون نفسه. بالظبط. بالظبط. هيبقى عينيهم على اللي بيحصل وينبههم وكده. دي نقطة. فهم ما بيخسروش حاجة بيكسبوا كتير جدا والإيجنت ما بيكسبش حاجة لو هم ميديكال بياخد ريورد بسيط من الإنشورنس Good. مش yeah. من الاستيت الحاجة الثانية إن أنصح إن محدش يقول معلومات غلط لأنه زي ما حضرتك قلت بيطلبوا إثبات ودلوقتي كان زمان الويلفير وكده ملوش دعوة بالآي آر إس دلوقتي عشان اوباما كير ربطوا دي بالكمبيوتر بتاع الاي ار مع الفيدرال يس بالظبط يس يعني لو حد كذب هيوقع نفسه بالزبط. مع البعبع بتاع امريكا اللي هو الاي ار الاي ار اس دي بالظبط برافو عليك يس فما يكذبوش ولو هيدفعوا 15 دولار زياده مش هتفرق كتير لكن ممكن تحميهم من الحبس وما عندهمش رحمة الاي ار اس ده البعبع بتاع امريكا طيب انا بشكركم الف شكر دكتور على التوضيحات وثانك يو سو ماتش وفي الحقيقة فعلا دكتورة اشارت لحاجة ان الاي ار اس هنا اقوى ايجنسي موجود في امريكا من حقه يحبس الانسان من حقه يحجز على كل ما تملكه من حقه يعني يبهدل الواحد بهدلة جامدة عشان كده الاي ار اس you don't mess with it يعني زي ما بيقولوا هنا فما فيش داعي تحط يعني معلومات غلط او متعمد تحط معلومات غلط وبعد كده هينتج عنها يعني مصايب كتيره نحن في ريلي ريلي غنى عنها يعني. هو طبعا بشكر دكتورة شهيرة على المعلومات القيمة دي واحب اضيف برضو بالنسبة للناس اللي بتقدم على لجوء من تاريخ الفينجر برينت لو لسه ما جالوش الابروفال خلال 150 يوم بيجوله السوشيال سيكيورتي نمبر. اوكي. فلو في سوشيال سيكيورتي نمبر وورك بيرميت بنقدر نقدم له ومعنا على فكره انا مبسوط جدا انه كان في حاله عندكم وفعلا نجحت انها تجو ثرو لانه عايز اقول لك انه في الحقيقه انت عارف يا سام كان في يعني سيناريوز زي كده ما كناش عارفين بالظبط وما حدش كان عارف الحقيقه يعني لانه برضو يعني لما سالت برضو ايجنسيز تانيين في الحقيقه ما كانوش عارفين لان مش عارفين التطبيق شكله هيبقى شكله ايه ده اقول لحضرتك المحامي بتاعه اللي عمل له الورق قال له انت مش كولوفاي ما معكش جرين قلت له لا من ضمن الاختيارات ان معاك الاقامه يعني. انك بتختار ورك بيرميت وبنبعت صوره بيه اوكي كول انا مبسوط ده لان فعلا يبقى بالتالي كمان اللي معاه الابروفال
طبعا اصبح اوتوماتيك، لان حتى ما كناش عارفين الابروفال لغايه ما يجي له الجرين كارد هيبقى eligible ولا لا. فكويس ان احنا عرفنا انه بمجرد حصوله على الورك بيرميت وعلى السوشيال سيكيورتي بيصبح انه eligible. بالاضافه انه لو بعد 31 مارس جاله الاوراق دي يقدر يقدم في اي وقت، مش لازم يستنى شهر اكتوبر، علشان هو اكسبشنال ستاتس بالظبط، سبيشال انرولمنت ده زي كل الحاجات اللي بتتعمل لها، اللي هو مثلا يكون تشينج ان انكم، تشينج اوف نمبر اوف ذا فاميلي ممبرز، يو لوز يور جوب، ذيرز ا لوت اوف ثينجز، حاجات الميجر بتدي لك تشانس ان انت تنرول بره الويندو اللي هي محطوطه في اخر السنه. بالظبط معايا مين تاني على التليفون؟ جوزيف، اتفضل يا جوزيف. الو مع نزيل من السلام عليكم. طيب سنتاي سامي ومدام سوسن، مجهود عظيم اللي بتعملوه وربنا يعوض خدمتكم. ثانك يو، شكرا جزيلا. انا بس عندي تعليق مهم بالنسبه لموضوع ال 55 سنه بتاع الميديكال. القانون ده او التعليمات الجديده دي نزلت في جولاي 2013، والميديكال ابتدى يقول، يبعت للناس ويقول لهم انه لو عمرك بعد ال 55 سنه اي مصاريف هتتصرف عليك من الميديكال في حاله وفاتك، لو عندك اي اسد زي مثلا لو واحد عنده بيت او عنده نسبه تامين على الحياه، بعد ما هيموت مش هيروح للورثه، هيبقى الميديكال ليه الحق انه يرجع على الاصول دي وياخد المصاريف اللي صرفها على الشخص ده من اول عمر 55 سنه فما فوق. جوزيف، هل ده مرتبط بس بستيت اوف كاليفورنيا ولا ده قانون بتاع ولا بتاع الميديكيد؟ لا لا لا، ده قانون بتاع الميديكال بتاع كاليفورنيا، وده نزل فيه تعليمات خاصه للناس اللي عندهم ميديكال وكان عمرهم فوق ال يعني قربوا من ال 55 سنه. اوكي. لانه ال الستيت لقيت انه ناس كثيره قوي عايشه على الميديكال وعندها بيوت وعندها لايف انشورنس، وبعد ما بيموتوا الاسيت بتتنقل للاولاد. فابتدوا قالوا لا، احنا لينا حق في الموضوع ده. كده. لانه الناس بتتحايل على القانون بصوره او باخرى، فقالوا احنا هنصرف عليكم لغايه ما تموتوا. بس من اول 55 سنه كل الكورس الميديكال كورس عليكم مننا، وي هاف رايت نيور اسيت. اوكي، يبقى انا اللي انا فهمته منه ان هي متعلقه بس بالستيت اوف كاليفورنيا، مش موجود لكل الميديكيد في كل الستيتس الثانيه. تمام. هو Good. بس الميديكال انا يعني ما عندناش اي تعليمات فيها بالنسبه للولايات الثانيه، لكن دي المعلومه بتاعه كاليفورنيا. طب وبالنسبه هل اوباما كير لغى القانون ده ولا لسه مستمر؟ لانه تحت لا اوباما لا. كير انت عارف ان هو بس بيسال على الانكم، ما بيسالش على اي اسيتس ثانيه. تمام. هو بيسال على الانكم وبيقول له انت مش حقك تاخد بناء على الانكم بتاعك، وانا مش هبص على الاسيتس من هنا ورا. ولكن هو قبل ما ينفذ القانون ده، من قبل اوباما كير ما يطلع، هم كاليفورنيا ابتدت تعمل القانون ده وقالت احنا لينا احقين. جوزيف جوزيف، الصوت وطي جدا، مش سامع حاجه بصراحه. تاني حصل السؤال، هل اوباما كير لغى القانون ده ولا لسه القانون ده ان افكت ايفن وذ اوباما كير ان افكت تو؟ القانون ده ان افكت ايفن وذ اوباما كير ان افكت تو، لان ده حاجه من ضمن دلوقتي اوباما كير سمح كل اللي عمله التعديل اللي عمله اوباما كير في الميديكال هو انه زوده من 100% تحت خط الفقر ل 138%. بالظبط. والنقطه الثانيه اللي هو سمح لبعض الفئات ما كانتش مقبوله قبل كده انها تدخل في الميديكال. يبقى هو اكسباند الاليجيبيليتي جاست اكتر بس. بس هو تمام. بالظبط. لكن الموضوع ده اوباما كير ما مسوش ملوش علاقه بيه، وهو ما زال شاري بيه. اوكي. وكويس قوي ان انت اعطيتنا التعريف ده او الايضاح ده، والف شكر يا جوزيف. اي ثانك يو سو ماتش. تحت
عمرك وسلامي ليك وربنا يعوضك. طب كنت عايز اسالك اخ جوزيف، جوزيف اخ جوزيف لسه على التليفون؟ بالنسبه لكفرت كاليفورنيا يعني مختلف تماما عن الميديكال، يعني لو الناس بتدفع دولار ولا 10 دولار يبقى كده احسن لها من الميديكال عشان يتفادى. طب هو بيقول حتى لو هو كان تحت الميديكال تحت اوباما كير دي ستيل جانا ريكفر كاليفورنيا، يعني بيدفع مونثلي بريميوم عنده بلان او Yes. لا انا عايز اقول حاجه هنا دلوقتي انه كفر كاليفورنيا زي ما انت عارف يا استاذ سامي هي مجرد ماركت بليس مش اكتر من اللي هي خليني اقولها ببساطه للناس اللي هو زي عامل التحويله اللي هو يوديني على الميديكال او يوديني على البرايفت انشورنس. فلو وداني على الميديكال انا خاضع لقانون الميديكال بما فيهم البند الجديد ده واللي طلع قبل كمان ما يتنفس. استاذ جوزيف اسمه ايه القانون ده او التغيير ده بيسموه ايه؟ لا هو مش قانون، هو زي او يعني التعليمات اللي حاطين نزلوها. التعليمات اللي نزلوها قالوها بصراحه انه من بعد عمر 55 سنه من حق الميديكال اللي هو يقضي تاك لكل المصاريف او التكاليف الطبيه للشخص بعد وفاته. علشان كده انا هقول لحضرتك يا استاذ سامي انت في مجال تامين على الحياه واحنا برضه نفس الحكايه. في ناس كانت على خلاص هتمضي العقد بتاع التامين على الحياه ولما اكتشفت الحكايه دي قالت لا انا كده يبقى انا هدفع الفلوس هنا في التامين على الحياه وبعد ما اموت العيال مش هتاخدها بعد كده صح وان الفلوس دي هتروح للميديكال فكان ليها فده كان ليه نيجاتيف امباكت على اللايف انشورنس اندستري رايت؟ ليه نيجاتيف امباكت على شغلنا نو اي كان سي ذات يس يعني دي مشكله لانه الناس كمان في اللي معاها الميديكال بيبقى عندها مشكله انها تعمل لايف انشورنس ولا لا ده صح فهو فعلا من حقها انها تعمل لايف انشورنس بس في انواع معينه في اللايف انشورنس من حقها تعملها انواع ثانيه ممكن ينظروا فيها بنظرة ثانية. Good, good. Thank you so much, أستاذ جوزيف. وبعدين I think أستاذ جوزيف وضح لنا الموضوع لأن ما كناش عارفين الإجابة عليه. But I hope ده برضو ما يخليناش ندريفت away من أوباما كير. كل واحد eligible ليه مفروض ياخد advantage of it عشان ما يضيعش الفرصة اللي عنده وخاصة لو كان eligible لميديكير لميديكال. لأن معظم الناس اللي يجب الأمريكال ما أعتقدش هيبقى عندهم البروبلم دي بعدين as we go. معايا آخر مكالمة أخيرة مايكل فضل يا مايكل مساء الخير أنا كان عندي استفسار بالنسبة للميديكال أنا والدتي عندها 80 سنة هي أفروفد للأسايلم من فبراير 2013 المفروض ان هي تاخد SSI وبعمل لها اجراءات دلوقتي بتاعت الجرين كارد لان كده بقى لها سنه لما جيت اقدم امبارح في السوشيال سيكيورتي على الميديكير ليها لان هي عندها ميديكال اوريدي فقالوا لي ان هي مش هتبقى اليجيبل لحاجه زي كده مش من حقها بما انها ما بقى لهاش 5 سنين في امريكا ريزيدنت او ما اشتغلتش قبل كده وعملت انكم او انها لازم تكون سيتيزن طالما هي ما عندهاش حاجه من الثلاثه دول حتى لو هي اوفر 65 ما يبقاش من حقها انها تعمل الميديكير بس في النهايه عمل لي الابلكيشن وقال لي هعمل لك كليم وهيجي لك ديناي على البيت فهل الكلام ده صح ولا المفروض ان هي من حقها الميديكير يقصد بقى لانها يعني دي. يعني هي هو لما عملت الابلكيشن عملته بالنسبه للتحق بايه هو ما عمل لها انا صممت ان لازم اعمل ابلكيشن يا اما يديني ديناي وانا واقف اوكي اعمل لك سو يو كنت يا انذر وات يا ابلاي للميديكير ثاني مش كده بالظبط كده اوكي ولغايه دلوقتي جالك اي ريسبونس باك لا لا الكلام ده كان امبارح هو قال لك 15 يوم هيجي لك ريسبونس ما اعرفش اذا احنا عندنا خبره في الميديكير ممكن نتكلم عليها ولا لا اي دونت اوكي اول انا شايف ان احنا يعني مش عندنا خبره في الميديكير فعشان كده مش عايزين ندي انفورميشن غلط لكن اي ثينك ان احنا لازم تستنى وتشوف الديسيجنز بتاعهم شكله ايه هل تقدر بعد كده بيز لو هي اترفضت من الميديكير فور سم ريزون هل ممكن تقدم على اوباما كير ولا عشان موضوع ال 65 ايج ليميت ده مش اتس ريلي كونكريت
بل هل هي طب ما هي ممكن تبقى هي eligible للميديكال؟ ما هي اوريدي هي اوريدي في الميديكال. او اي جات نو نو اوكي اوكي هي كده مش هتأدي طبعا في اوباما كير عشان عشان عندها اوريدي الميديكال صح. طيب يبقى بتهيألي هنضطر ان عندك حاجه اخت سوسن؟ لا كنا عايزين بس نوضح الخطوات بتاعت الميديكال. هو الاخ لسه معانا على الخط؟ لا لا انا ما حضرتك اما اقول استاذ اخس هو انا في كمان موضوع. انا بالنسبه لي انا 52 سنه انا عندي ميديكال اوريدي اوكي والانكم بتاعي على حسب ما انا بصيت في الاوباما كير ان لازم لو اقل من 30 انا سنجل مش متجوز لو اقل من 15900 انيوال انكم المفروض ان انا هبقى ميديكال هفضل زي ما انا مش محتاج ان انا اقدم في الاوباما كير ده صح؟ إذا هو اوريدي عنده ميديكال يقدم تاني على اوباما كير؟ لا يستمر في الميديكال يستمر فيه الا لو جاله جواب الا لو هم قالوا لك لا فساعتها تدخل على ميديك على اوباما كير. وبالنسبه لوالدتي تفضل على الميديكال يس. نشوف الرد بتاعهم للميديكال بالظبط بالظبط لكن لو جالي رد بالديناي ما اقدرش انا اعمل حاجه تاني. لا ما انت اوريدي اصلك انت على الميديكال يبقى هم بدهم رفضوا ما اعرفش بقى التشالنج ستيبس بعد كده شكلها ايه. فيعني انا اسف مش قادر ادي لك معلومات كتير عن ميديكير لانه اوت اوف ماي سكوب يعني. اوكي اوكي بس انت عارف دايما بتسال على فكره لما بيجي الدينايل دايما بيبقى في بروسس للتشالنج. انا ده اللي بشوفه معظم الوقت يعني بيبقى في زي what you should do exactly. ما بيسيبوناش كده دايما عندهم بروسس ازاي تتشالنج الديسيجن ده. I will follow the, يعني I will really pay attention قوي للجواب اللي بيجي وبناء عليه I follow up with you and see what how far I can go with them. Okay, thank you so much. Okay, yeah, Mike, thank you. احنا قدامنا دلوقتي حوالي 3 دقايق عايزين نختم حلقتنا او عنديكوا فرصة انه تدونا كمان ايه خدمات تانية بتعملوها ايه الحاجات التانية اللي عايزين تقولوها لنا قبل ما نقفل برنامجنا وهبدأ بالأستاذ سامي. أو طبعا بنشكرك جدا على استضافتك لينا المرة الثانية بصراحة وبقناة لوجوس وكل العاملين ومدير القناة وابونا بشوي والكل بصراحة كلكم عندكم روح خدمة غير عادية وبتساعدوا الناس كلها الحمد لله. وكنت عايز اقول بالنسبة للخدمات التانية اللي احنا بنقدمها احنا بنبيع كل انواع الانشورنس. احنا بروكر بنتعامل مع اكتر من 40 شركة بنبيع انشورنس للسيارات انشورنس للبيوت لايف انشورنس هيلز وبزنس انشورنس كمان. جود احنا بنشكرك طبعا على الخدمه اللي بتعملها للمشاهدين تاني مره بتاخد من وقتك وبتيجي معانا بتحاول تانسر كل الكويشنز رغم بيجينا حتى كويشنز من ستيتس تانيه لكن على الاقل برضو بنستخدم خبرتك حتى في محاوله الوصول لاحسن انسر بالنسبه للاسئله اللي بتسالنا فاشكرك بشده ان انت يعني really took your premium time when came. اخت سوسن اخر كلمه ليكي اخر كلمه او اذا كان عندك حاجه ثانيه عايزه تضيفيها ضيفها لنا. لا احنا بنشكر فعلا القناه وكل القائمين عليها وبنشكر حضرتك جدا لاستضافتك لينا المره الثانيه. بنشكر المشاهدين جدا وبنقول لكم مره ثانيه بنرحب جدا بكل اسئلتكم بكل تليفوناتكم وات ايفر ميديكال او كفرت كاليفورنيا او ايه اللي عندكم بكل سرور بنقوم بالخدمه كامله وبنشكركم جدا لوقتكم. ثانك يو سو ماتش. ويل دي رابع حلقه لاوباما كير ويبدو برضو انه في اسئله كتير عليها. اي ثينك ونحاول نعمل كمان حلقه تانية قبل مارس 31 just بتراي ان احنا نهلب كل واحد فينا وكل واحد في مشاهدنا و I think يعني اللي انا فهمته من كل الحلقات اللي احنا عملناها go ahead and try and see what you can get. I mean that you got nothing to lose. يعني حتى لما بتروح للايجنت الايجنت حتى مش بياخد منك فلوس اذا هتعملها على الويب سايت مش هيكلفك حاجه اذا هتروح على او مع ايجنت مش هيكلفك حاجه. Give it a try وشوف ايه اللي هيجي لك وانت في النهاية انت اللي بتقول yes or no يعني ما حدش بيفورس يو انك تاخد اي حاجة. Give it a try وشوف اذا انت eligible استفيد من الخدمات اللي موجودة دلوقتي ويعني ما تخليهاش تضيع وما تتأخرش. يعني مثلا الناس اللي eligible للميديكيد وعدوا عليهم الثلاث شهور اللي قبل كده دول
it's a total waste يعني ما بكونش هدفع حاجة anyway. فdo your best ان احنا تشوف قدم وشوف ايه اللي هيحصل وبيست بعد كده اعمل decision بتاعك yes or no accept ما accept to buy don't buy كل الحاجات دي ممكن تعملها بعدين بس من غير انك تقدم مش هتقدر توصل للحاجات دي وكمان ما تخليش حد كمان يسرح بيك يقول لك هيكلفك كذا وهيوفر عليك كذا لان ما حدش يقدر يعرف الا لما ياخد كل الديتيلز اللي لازم تملى الابلكيشن بيها فكمان يعني خدوا بالكم ان ما حدش ينصب عليكم او ان واحد يجي لكم يبقى عايز منكم فلوس عشان يعمل لكم الخدمات دي مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من الحاجات دي اشكركم بشده لوجودكم معانا وان شاء الله نلتقي معا في الحلقه القادمه تصبحوا على خير و God bless you all.